حالة من التخبط لا تنتهي في الإسماعيلي. اليوم يرحل المدرب الرابع عن الفريق في أقل من 8 شهور. يا عيني على جماهير الدراويش. من طلعت يوسف إلى أخوان براون، مروراً بحمد إبراهيم وأخيراً حمزة الجمل. يوم بعد يوم ومعاناة الإسماعيلي مستمرة. إسماعيلي رضا وشحتة وأبو جريشة وعبد رب وحمص بيعاني ولا أحد يبالي. تخبط إداري وأخطاء بالجملة في القرارات، والنتيجة فريق مش قادر يحافظ على مدرب أكتر من شهرين. مين قال إن الظروف دي تخلي أي مدرب ينجح؟ مين قال إن كده الإسماعيلي ممكن يتخطى الموقف الصعب في الدوري السنة دي؟ ده لو أبناء الإسماعيلي واللي بيديروا النادي قاصدين إن الفريق يبقى في المأزق ده، مش هيعرفوا يعملوا كده. نادي بيمشي مدرب كل شهرين، ده لو موظف رايح شركة بيديروا 3 شهور على الأقل اختبار. هو في كده؟ يا اهلا بحضراتكم، حلقه جديده من رقم 10. مين بقى اللي بيحاسب على المشاريب دي؟ مشاريب النادي الاسماعيلي. مين غير جمهور النادي الاسماعيلي؟ مين اللي بيتحرق دمه غير جمهور النادي الاسماعيلي؟ مين اللي بيزعل غير جمهور النادي الاسماعيلي؟ مين اللي بيعاني غير جمهور النادي الاسماعيلي؟ مين غير جمهور النادي الاسماعيلي اللي شايل النادي فوق كتافه، شايله في افراحه واحزانه؟ ايه اللي بيحصل ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ هو في كده يا جماعه في الكوره في الدنيا؟ في الدنيا كلها 4 مدربين في 8 شهور؟ ده بيحصل فين ده؟ ده في فرق الاربع مدربين دول بيبقوا في 50 سنه. 4 مدربين طبعا فرق بره في اوروبا، يعني مش هنا. 4 مدربين في 8 شهور؟ باي منطق وباي عقل وباي اداره؟ ايه هي الفكره يعني؟ لما انت بتجيب مدرب وبعد شهرين او اقل بتمشيه، بعد 3-4 ماتشات تمشيه، بأي منطق؟ بتفكر ازاي؟ مستني النتائج تبقى عاملة ازاي؟ يا جماعة ده ببساطة شديدة، ده ببساطة شديدة. المدرب لسه بيتعرف على اللاعبين، لسه بيتعرف على إمكانياتهم، لسه بيحط طرق اللعب والخطة وبيحفظ وبيعلم وبيساعد اللعيبة انها تتحسن، لسه بيحاول يعمل ده. فانت بتقول له امشي. مين قال لك ان المدرب اللي هيجي الاسماعيلي هيعمل كده فالاسماعيلي يكسب اي ماتش؟ مين قال كده؟ مين قال؟ لو جبت مين يعني هيغير ايه؟ الاسماعيلي اللي لسه في منطقه الهبوط في الدوري، ولسه كل العاملين في النادي الاسماعيلي مش فاهمين ان الاسماعيلي في كارثه. ايوه الاسماعيلي في كارثه. احنا بنقول الاسماعيلي في كارثه عشان الإسماعيلي بالنسبة لكل الجماهير المصرية النادي الكبير الذي كان دائما يزاحم الأهلي والزمالك على القمة. فين الإسماعيلي من سنوات؟ مش بتكلم على السنة دي بس، فين؟ اختفى. اختفى، معلش على الإزعاج بصراحة كده يعني. بصراحة مباراة الأهلي والإسماعيلي بقت كانت زي زمان، أو دلوقتي بقت زي زمان؟ لا طبعا، مباراة سهلة للأهلي. مباراة الزمالك والإسماعيلي مباراة صعبة زي زمان؟ لا، مباراة سهلة للزمالك. في مباريات دلوقتي في الدوري أصعب للأهلي والزمالك من الإسماعيلي، وده عيب. ده عيب لكل الناس اللي بتعشق وبتحب الإسماعيلي، مش بس اللي بيديروا الإسماعيلي. عيب إن الإسماعيلي يبقى في المكانة دي. أنا بقول الكلام الصادم ده اللي زعل، بس هو الواقعي. إزاي يعني؟ ده ماتش الإسماعيلي ده كان فيلم رعب لأي منافس في الدوري بما فيهم الأهلي والزمالك، فيلم رعب. أنا عندي ماتش الإسماعيلي، يا خبر أبيض، أنا هواجه مين ولا مين في نجوم الإسماعيلي اللي في الفريق بتاعهم؟ فين بقى كل ده؟ ليه مصممين توقعوا النادي؟ ليه؟
الفرقة بايظة، الفرقة بتتدمر، في مشاكل في التشكيل، في مشاكل في الاسكواد، في القوام بتاع الاسماعيلي، في مشاكل يعني واضحة وضخمة. مفيش أي مدرب هيجي يعمل كده يروح مصلح كل ده. النهارده كابتن حمزة الجمل مطلع بيان إنه مشي من نادي الإسماعيلي، ويا سلام بقى، يا سلام بقى. وطبعا في مصادر من نادي الإسماعيلي طلعت تصريحات إنه الراجل خلاص مشي وبيدوروا على مدرب جديد، والكلام إنه الكابتن إيهاب جلال في الصورة. خد بقى المفاجأة اللي لسه جايالي حالا دلوقتي، لسه جايالي حالا وأنا بتكلم مع حضرتك دلوقتي، لسه جايالي حالا. نادي الإسماعيلي مجلس الإدارة بيدرس البقاء أو بقاء الكابتن حمزة الجمل وجهازه الفني. يا سلام، يعني الساعات اللي فاتت دي كلها حمزة الجمل مشي، اللي جاي حمزة الجمل يكمل. إيه التهريج ده بجد؟ يعني ده يا جماعة مش حاجة منطقية، ده هزار، ده مش بجد. أنا بتكلم على نادي كبير له جماهيرية كبيرة، جمهور الإسماعيلي ده يعني بيتنفس كورة. اللي راح الإسماعيلية أي حد في الشارع هتلاقيه حاطط علم الإسماعيلي، أي حد في الشارع هتلاقيه بيكلمك على الكورة وبس. الناس بتتنفس كورة، بتعملوا فيهم كده ليه؟ حرام يعني. إيه أنا مش، ما هو مرحلة الشك دي أصلا غلط. يا جماعة ده الكابتن حمزة الجمل هو اللي منزل، أنا مش بقى، أنا ما جبتش معلومة إن الكابتن حمزة الجمل ماشي. الراجل بيشكر النهاردة الإدارة، أهو كلام الكابتن حمزة الجمل باختصار يعني. بص، لكل شيء في الحياه بدايه ونهايه، واليوم هي نهايه اداره الفنيه بالنادي الاسماعيلي. استلمنا الفريق بالدوري، لعب 16 مباراه، حصد 11 نقطه بالمركز ال 17، واليوم لعب الفريق 6 مباريات فقط، حصدنا 9 نقاط بالمركز ال 15. النتائج تحتاج الى وقت في الاساس، ولكننا كنا نعمل ليل ونهار ونسابق الزمن للنهوض بالنادي بالامكانيات المتاحه. وبعد كده قال بذلنا اقصى جهد وخلافه، وشكر الجماهير وشكر الاداره وشكر معاونيه وشكر اللاعبين. ايه ده؟ ايه الفيلم ده؟ طب هو مكمل ولا مش مكمل؟ طب لو الاداره دلوقتي قالت انا متمسكه بيه بعد ما قال ان هو ماشي، طب واللعيبه اللي في الملعب دي اصلا هتشك في بقائه بعد كده؟ طب هو الراجل نفسه هيتحط تحت ضغط بعد كده ان هو ممكن يمشي في اي وقت حتى لو كمل؟ طب لو مشي مين هيجي مكانه؟ واللي هيجي مكانه دوت فين الثقه اللي هيخليه يشتغل ويأدي ويعمل شغل كويس وانا عارف ان انا ممكن امشي بعد شهرين؟ حاجه في منتهى الغرابة، حاجة في منتهى الغرابة. الواحد النهاردة متضايق بصراحة، الخبر بتاع الكابتن حمزة الجمل ده مفاجئ بالنسبة لي جدا جدا. وبالمناسبة يعني الإسماعيلي عمل واحدة من أفضل مبارياته على الإطلاق منذ بداية الموسم، ويمكن من مواسم، قدام غزل المحلة. الفريق ليه 4 كرات في العارضة وفي القايم، ضيع فرص بالجملة، في حظ عاثر ما كانش طبيعي قدام الإسماعيلي، لاعبيه كانوا بيضيعوا ضربات الترجيح بشكل غريب قوي. غزل المحله فاز باجتهاد وباداء جيد وكل شيء، بس الاسماعيلي عمل مباراه كبيره. هو انت هتحاسب يعني؟ انا مش فاهم، انت اهم حاجه بالنسبه لك ان الفريق يتحسن عشان النتائج تيجي بعد كده، لكن انت لو عايز الفريق يتحسن والنتائج مع بعض في نفس التوقيت وانت اصلا كنت منهك منهك تماما الفتره اللي فاتت، السنين اللي فاتت، يبقى دي مش اداره. اسف يعني، لا اقصد انتقاد او الهجوم على اي شخص، بس يا جماعة ده ألف بيه إدارة. أنا عايز أكون فريق، أعمل مشروع. أنت فاكرين خوان براون لما جه الإسماعيلي جه بعقد قد إيه؟ أنا هفكركم بس، خوان براون بعد كابتن طلعت يوسف جه بعقد 3 سنين. الإسماعيلي مضى مع خوان براون 3 سنين عشان يعمل مشروع للنادي، مشي بعد شهرين. إيه ده؟ يلحقنا في شهرين نغير فكرنا الإداري؟ على فكرة أنا ساعتها أشدت بإدارة الإسماعيلي إن هم مضوا معاه 3 سنين. إيه ده؟ في نادي في مصر بيوقع مع مدرب 3 سنين؟ دي حاجة حلوة جدا. لا دي واضح ان هم هيمسكوا فيه بقى، كسبان خسران هيمسكوا فيه. الراجل خسر ماتشين راح مع السلامة، في كده؟ مستحيل يعني، مش منطق يعني ابدا. تمام، ده بالنسبة للنادي الاسماعيلي. وزي ما قلت لكم في معلومات بتقول انه الإدارة يعني قد تتراجع عن رحيل الكابتن حمزة الجمل. تعالوا نشوف مسلسل الاسماعيلي، مسلسل غياب الاستقرار الفني في الشهور اللي فاتت.
يعاني نادي الإسماعيلي في الفترة الحالية من غياب الاستقرار الفني بسبب كثرة تغيير المديرين الفنيين، والذي كان آخرهم المدرب حمزة الجبل الذي رحل عن منصبه خلال الساعات الماضية. الإسماعيلي في الوقت الحالي يحتل المركز ال 15 بجدول الدوري الممتاز برصيد 20 نقطة بعد أن فاز في 4 مباريات فقط وتعادل في 8 مواجهات وخسر 10 لقاءات مسجلا 17 هدف واستقبل 26 هدف. بدأ الإسماعيلي مسابقة الدوري تحت قيادة فنية للمدرب طلعت يوسف الذي تمت إقالته بعد 3 مباريات فقط، حيث خسر من الأهلي وسيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي، وجاء رحيله بعد تصريحات ضده من جانب رئيس النادي يحيى الكومي. أعلن رئيس الإسماعيلي التعاقد مع المدرب الأرجنتيني خوان براون لقيادة الدراويش، إلا أنه رحل بعد 6 مواجهات فقط، حيث أنه لم يحقق الفوز بعد أن خسر في 3 مباريات وتعادل في مثلهم لتتم الإطاحة به. طيب دول اللي بيخسروا، تعال اللي بيكسب. استعان الإسماعيلي بالمدرب حمد إبراهيم حيث كان يشغل منصب المدرب العام بفريق بيراميدز مع إيهاب جلال، إلا أن الكومي قرر تعيينه مديرا فنيا للإسماعيلي، لكنه رحل بعد 6 مباريات فقط، حيث حقق الفوز في 2 وتعادل في مثلهم وخسر مثلهم. كسب يعني كانت الدنيا بدأت تتحسن. أخيرا جاء رئيس الإسماعيلي بالمدرب حمزة الجمل الذي ظل في القيادة الفنية 6 مباريات بالدوري، حيث فاز في 2 وتعادل في 3 وخسر لقاء واحد، لكن رحيله جاء بعد توديع كأس الرابطة من نصف النهائي بعد الخسارة من غزل المحلة بركلات الترجيح. مش عارف والله، الواحد صعبان على الإسماعيلي بصراحة شديدة جدا. إن شاء الله النادي الأهلي غدا هيلعب مع الجونة في الدوري الممتاز. قائمة النادي الأهلي لهذه المواجهة فيها محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير في حراسة المرمى، في خط الدفاع محمود متولي ورامي ربيعة وأيمن أشرف ومحمد هاني وكريم فؤاد وعلي معلول ومحمد أشرف بكري. خط الوسط هيبقى فيه حمدي فتحي وعمرو السولية وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة ومحمد محمود ووليد سليمان وطاهر محمد طاهر وأحمد نبيل كوكا وزياد طارق، وفي خط الهجوم هيتواجد صلاح محسن ومحمد شريف وحسام حسن. حسين الشحات هيغيب عن هذه المواجهة بسبب آلام في الركبة بحسب طبيب الفريق. ده فيما يخص مواجهة الأهلي والجونة على مستوى التشكيل. في حاجة ملحوظة حولها وأنا ونصيبي، كابتن محمد عادل هو اللي هيحكم مباراة الجونة والأهلي، تمام؟ ده الخبر. حكم كبير، حكم محترم، حكم الناس كلها تحترمه كثيرا، ما عندوش انتماء، ما عندوش أخطاء كثيرة، ما عندوش أي مشاكل مبدئيا كده. أشوف أنا بنيت إزاي. من أسبوع كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي قال إنه في تصريحات لقناة نادي، هو إحنا ليه الكابتن محمد عادل ما بيحكم لناش مباريات، بيتكلم على الاهلي، ليه ما بيحكم لناش مباريات منذ مباراه الاهلي والزمالك اللي طلع فيها بالتصريح الشهير الكابتن محمد عادل لما قال انه كان حاول يحتوي لعيب الزمالك بعد، والقصه الكبيره انتوا عارفينها كلكم. بعدها اتحاد الكوره ولجنه الحكام قررت من نفسها كده يبعدوا محمد عادل او كابتن محمد عادل عن مباريات الاهلي. فجيه الكابتن سيد عبد الحفيظ مشكورا، شوف بقول لك ايه، مشكورا طلع قال يا جماعه الحكم كويس، مش معنى ان هو اخطا في تصريح بعد مباراة يبقى كده انه ما يحكم لناش ماتشات، لكن هو حكم محترم ونحترمه وحكم كبير. فموقف محترم من الكابتن سيد عشان يبقى اشارة انه الاهلي ما عندوش مشكلة اصلا في الكابتن محمد عادل. حلو حلو، هو في شوية حاجة مش حلوة في النص بس هقولها لك بعدين. فيجي اتحاد الكورة بعد تصريحات الكابتن سيد عبد الحفيظ روح معين على طول بعدها باسبوع محمد عادل لمباراة الاهلي والجونة. ما هو ده كله غلط. الغلط لا هو من الكابتن سيد مدير الكره في النادي الاهلي كابتن سيد حفيظ، ولا هو من الكابتن محمد عادل، هو الخطا من لجنه الحكام واتحاد الكوره. هو انتوا ليه بتعملوا لخبطه؟ هو اولا ليه ما تخليش الكابتن محمد عادل المباريات اللي فاتت دي كلها ما يحكمش للاهلي؟ حتى لو الاهلي كان عنده انتقاد للكابتن محمد عادل، لا الاهلي ولا الزمالك ولا الاسماعيلي ولا المصري ولا غيره هو اللي يختار حكامه، او هو مثلا اللي لو ضغط انه الحكم ده ما يجيليش ما يحكملوش. ده غلط، وده اللي قاله الكابتن سيد. انت مش جابوا لي ليه؟ عشان انا قلت انه انا زعلان من تصريحاته؟ انا ما قلتلكش انا زعلان من اداء التحكيم، وحتى لو قلت لك فده عادي يعني، ما وارد. دي واحد. اتنين،
انه اتحاد الكوره حتى لو كابتن سيد طلع قال التصريحات دي مش بعدها على طول تروح حاطط كابتن محمد عادل. ليه؟ انت هنا عملت لغط. هو كده انت بترضي الجماهير بقى، بترضي الاهلي. طب والكابتن محمد عادل نفسه هيبقى رايح المباراه ومضغوط عليه. طب ما انا لو اديت قرار لصالح الاهلي يقولوا ان انا كده عشان قالوا ان هم عايزيني، لو اديته ضد الاهلي فيبقى انا كده بعادي الاهلي اكتر. بص عملت لعبكه كلجنه حكام واتحاد كوره تخبط الناس كلها في بعض بدون داعي. بدون داعي. حكم محترم وتصريحات كانت محترمه. ليه بقى نعمل دو... استنى شويه. استنى شويه. واصلا ما كانش المفروض من الاول انك بتبعده عن مباريات الاهلي، ما كانش المفروض ده يحصل اصلا. بس يعني دي جمله على الهامش كده. النهارده الاهلي قرر انه يحجز او يعني باجراءات قانونيه حجز على جزء من ارصده عبد الله السعيد في البنوك بناء على قضيه كانت في مجلس التسويه والتحكيم بسبب غرامه على عبد الله السعيد 2 مليون دولار لم يسددوا، فالنادي الاهلي خد حكم بالحجز على اموال عبد الله السعيد. ايه الحكايه بقى؟ عشان خدوا بالكم حتى وانا بشرح لكم الكلام ده دلوقتي وانا بدي المقدمه دي، ايه الحكايه؟ انا يعني ايه قانونيا ما اقدرش اقول لك فيها تفاصيل كتير. ما اقدرش اقول لك فيها تفاصيل كتير. هيبقى معانا دلوقتي الاستاذ هاني زهران محامي عبد الله السعيد يفهمنا اكتر. استاذ هاني صباح الخير على حضرتك، مشرف ومنور. نفهم ايه اللي بيحصل بخصوص عبد الله السعيد والقضيه المنظوره من النادي الاهلي في لجنه التسويه والتحكيم. اهلا بيك يا فندم. مساء الخير كابتن كريم، ازي حضرتك؟ مشرف ومنور على جمهورك العظيم. اهلا بيك. يعني هو الموضوع بص انا اقول لك حاجه مبدئيا، انا في القانون زي الطب في حاجات كده كلنا كبني ادمين طبيعيين مش هنعرف نغوص فيها قوي، فهسيب لحضرتك الكلام تشرح لنا الوضع بشكل عام دون ان اقاطعك. هو القانون هو المنطق عامة، هو سهل فهمه لو احنا خدناه لان هو منطق يعني. عظيم. بس الموضوع ببساطة ان في حكم طلع في ابريل 2021 من مركز تسوية التحكيم ضد عبد الله السعيد بتغريمه 2 مليون دولار بسبب اخلاله ببنود عقده الثلاثي ما بينه وما بين النادي الاهلي والنادي الاهلي جدة. الحكم ده لما طلع طبعا هو عبد الله ما حضرش اثناء نظر الدعوه، ما دافعش عن نفسه خالص، ما لم يعلم اصلا ان في اجراءات بتحصل، وفوجئنا بان في حكم صدر وعرفنا الكلام ده في شهر 5 2021. لما عرفنا الكلام ده خدنا القضيه وطلعنا قدام المحكمه الرياضيه الدوليه، رفعنا استأنفنا او طلبنا بطلان حكم المركز التسويه والتحكيم وتغريم الاهلي 1 مليون دولار بسبب الاضرار الادبيه اللي وقعت على عبد الله بسبب تصرفات الاهلي من 2019. المحكمه الرياضيه الدوليه نظرت الدعوه، قبلتها بدايه وابتدت تنظر في الدعوه، قدمنا الدفوع بتاعتنا، النادي الاهلي ومركز التسويه واللجنه الاولمبيه ما ردوش على حاجه خالص غير ان هم قالوا انت يا محكمه رياضيه دوليه مش مختصه بنظر الدعوه دي اصلا. ودفعوا بعدم اختصاصها ان انت مش من حقك تنظري في الدعوه دي. على اسس طبعا قانونيه هم استندوا ليها. واحنا استندنا على اسس قلنا لا انت من حقك تبصي في الدعوه دي لان دي نزاع مع مركز على حكم صادر من مركز تسويه التحكيم. اخذت تقريبا سنه كابتن كريم في الـ في الـ في الـ تقديم المستندات وجلسات الاستماع لغايه لما طلعت يوم 30/5/22 حكم بتقول انا مختصه بنظر الموضوع ده وهبص في الموضوع، عايزين تقدموا اي دفوع في الموضوع لو كل الاطراف موافقين ممكن نعمل جلسه استماع في الموضوع. عظيم. احنا ردينا قلنا احنا مش موافقين، كملي واحكمي. مركز التسويه والتحكيم واللجنه الاولمبيه ردوا قالوا اه احنا عايزين اجل لتقديم مستندات ونعمل جلسه استماع نتكلم في الموضوع. النادي الاهلي رد قال من فضلك يا محكمه رياضيه دوليه يا كاس اعملي سسبنشن، اعملي تعليق لنظر الدعوه لغايه لما اقدم استئناف على حكمك اللي صدر بالاختصاص امام المحكمه السويسريه الفدراليه. ورفع فعلا استئناف الاهلي امام المحكمه السويسريه الفدراليه. لكن من يوم 1/6 يعني بعد صدور حكم الكاس الاختصاص بيوم، الاهلي مشي في اجراءات تنفيذ الحجز الاداري على اموال عبد الله في البنوك. واعلنا بالحجز الاداري يوم 15/6 يعني طبعا احنا ما وصلناش الاعلان لان هو اعلن عن طريق الاسم، لكن احنا عرفنا الكلام ده يوم 26/6 لما البنك كلم عبد الله وقال له اموالك اتحجز عليها. بعتنا بعد كده جواب للكاس قلنا لهم ده حصل،
الاهلي بيحجز على الاموال بالرغم من ان الدعوه لسه ما زالت منظوره امامكم. الكاس ردت على الاطراف كلها وقالت للاهلي يوم 4 يوليو اللي هو النهارده اخر ميعاد ليك عشان ترد على الادعاء ده، هل انت فعلا حجزت على اموال عبد الله في البنوك ولا لا؟ الاهلي المفروض ان هو رد، بس لسه الرد ما وصلناش ان هو كان النهارده ديدلاين، وعلى هذا الاساس بقى هنستنى نشوف الكاس هتعمل ايه. لكن طبعا هو الاجراء اللي تم هنا بتاع الحجز تم امام محاكم مصريه. يعني تغاضى تماما عن الاجراءات اللي قدام الكاس وعن حكم الكاس اللي صدر بالاختصاص كان الكاس مش موجوده. واكيد القاضي اللي اصدر حكم بالتنفيذ بإصدار صيغه تنفيذيه على حكم مركز التسويه والتحكيم ما تقلوش ان الحكم ده لسه ما زال مسار طعن بره مصر، اتقال له ان ده حكم نهائي وبات ولازم يتنفذ يعني قابل للتنفيذ. طيب اسال دلوقتي بقى صح؟ اتفضل. تمام. مركز التسويه والتحكيم لما خدت قرارها بتغريم عبد الله السعيد 2 مليون دولار، وانا حسب معلوماتي انه الاهلي كان طالب اكتر من كده كمان، كان طالب 4 مليون دولار غرامه والمحكمه اقرت ب 2 مليون دولار او التحكيم التسويه والتحكيم. طيب خدوا 2 مليون دولار، ليه بقى حضرتك او محامي عبد الله السعيد، انا عارف ان كان في محامي قبل حضرتك كمان، ليه ما تقدمتوش باستئناف ضد هذا القرار قدام مركز التسويه والتحكيم؟ بالظبط. لان اللائحه بتاعت مركز التسويه والتحكيم بتقول الاستئناف قدامي. بس اللائحه بتاعت اتحاد الكره المصري بتقول الاستئناف على قراراتي تبقى قدام مركز التسويه والتحكيم ممكن او الكاس. ولو رحت مركز التسويه والتحكيم وصدر حكم الاستئناف عليه بيبقى قدام الكاس. ففي تعارض ما بين اللائحه بتاعت اتحاد الكره ولائحه اللجنه الاولمبيه. والتعارض ده طبعا في صالح لائحه اتحاد الكره لان هي اللي بتدي الاختصاص للجنه للمركز التسويه والتحكيم بان هو ينظر على الاستئنافات اللي طالعه من عندها. وطبعا اتحاد الكره خاضع لمنظومه الفيفا والرياضه الدوليه ومحكمه المحكمه الرياضيه الدوليه واللجنه الاولمبيه كمان خاضعه للمحكمه الرياضيه. طيب السؤال بشكل اخر، هل انتوا قررتوا او حاولتوا تقدموا، حسب انا بقول لك معلوماتي وقول لي صح ولا غلط، انتوا حاولتوا تقدموا استئناف قدام مركز التسويه والتحكيم وكان في مصاريف معينه تقريبا باكتر من مليون جنيه وانتوا رفضتوا هذا الامر فسحبتوا الطلب الاستئناف؟ هو الاستئناف احنا سحبناه مش علشان المصاريف بس، طبعا المصاريف مغالى فيها. لكن الاستئناف هو كمان احنا ما مشيناش في الاجراء ده لان احنا مقتنعين من اول يوم ان الاستئناف المفروض طريقه هو مركز هو محكمه التحكيم الرياضي الدوليه. مش مركز تسويه وتحكيم تاني، يعني حتى ده في من وجهه نظرنا شبهه عدم دستوريه ان انا ابقى قدام جهه. طيب. ولما اجي اطعن على حكمها اطعن قدامها برضه. طيب استاذ هاني لو سمحت تحملني بس انا والله عشان افهم مش اكتر. تحت امرك. دلوقتي كان في خطوه للاستئناف والخطوه دي تراجعتوا عنها؟ لا احنا ما خدناهاش اصلا الاستئناف. ما خدتهاش، انت كنت بتقولي دلوقتي انتوا سحبتوها. احنا رحنا احنا زي ما حضرتك تفضلت وقلت كان في محامي سابق. بالظبط. لعبد الله السعيد. المحامي الزميل ده ما حضرش اصلا قدام مركز تسويه التحكيم لان زي ما قلت لحضرتك لم نعلم بالموضوع ده خالص من الاول. لما صدر الحكم عبد الله عمل توكيل لمحامي واثنين وثلاثه عشان يمثلوه. وفي احد المحامين فيهم تقدم باستئناف وده كان الاجراء الطبيعي، هو الراجل من وجهه نظره شايف ان انا المفروض استأنف واكمل هنا الاول بعدين اطلع. أيوة. بره. أيوة. وده برده صح مش غلط. لكن احنا شفنا ان لا احنا ممكن نطلع بره على طول. وده اللي احنا اثبتناه للكاس خلال السنة اللي فاتت والكاس وافقت على طلبنا وقالت أنا مختصة. طيب القرار بتاع الكاس متوقع ليه إنه يصدر خلال قد إيه؟ والله إذا الكاس ما انتظرتش الاستئناف اللي الأهلي عامله أمام محكمة السويسرية الفيدرالية هتصدر الحكم إن شاء الله يوم 25/7 25/7 لحد أقصى. خلال إذا انتظرت وعلقت الدعوة بناء على طلب الأهلي يبقى ممكن الحكم يصدر آخر السنة إن شاء الله. آخر السنة. احنا بنتكلم في حدود 6 شهور يعني تقريبا بالكتير. طيب ما هو في الفتره دي بقى هتفضل اموال عبد الله السعيد محجوز عليها ولا الامور هتليها انفراجه ما؟ لا احنا هنا في مصر طبعا اتحركنا برضو. يعني رفعنا دعاوى هنا في مصر لرفع الحد ورفعنا دعوى لبطلان امر التنفيذ ورفعنا دعوى بعدم دستوريه مواد لائحه اللجنه الاولمبيه ومركز التسويه والتحكيم. طيب النقطة الجديدة أو الزيادة، لو الكاس اداك قرار في صالحك ضد النادي الأهلي أو يعني يعفي عبد الله السعيد من هذه الغرامات، هل هتحتاج ترجع تاني للقضاء المصري إنك تتعامل بهذا القرار قدام القضاء المصري ولا خلاص أنت كده الأمور بقت نافذة ومش محتاج ترجع للقضاء المصري؟
اذا كان الحكم نهائي والاهلي ما استأنفوش امام المحكمه السويسريه الفدراليه هننفذه هنا، هناخد صيغه تنفيذيه هنا في مصر وهننفذ الحكم طبعا ان شاء الله لو اتحكم لنا التعويض. طيب عبد الله سعيد نفسه في الوضع ده هو الامور بالنسبه له عامله ازاي؟ هل بيفكر في الصلح مع النادي الاهلي؟ هل فكر او فكر في حاجه زي كده ولا الامور دي خلاص مقفوله؟ يا كابتن كريم احنا واخدين الموضوع من الاول عن قناعه من 2019 من اول ما القصه ابتدت عن قناعه ومقتنعين تماما ان احنا موقفنا القانوني سليم من ساعه ما عبد الله مشي من الاهلي جده. عبد الله ما مشيش من الاهلي جده بيع او اعاره زي ما الاهلي بيدعي، عبد الله مشي من الاهلي جده فري بعد فسخ عقده، والفيفا نفسها حكمت في الموضوع ده قالت كده للاهلي المصري لما راح اختصم اهلي جده هناك قال لها انا عايز منه 2 مليون دولار، قالت له ده مش بيع مش اعاره ده فسخ. طيب. وبالتالي انت لا تستحق 2 مليون دولار. حلو، انت حضرتك مسكت حاجه. بص انا حاجه بصراحه، انا قبل ما ادخل النهارده كنت طالب حضرتك تخش معايا، وكنت طالب كمان محامي النادي الاهلي، ومحامي النادي الاهلي بسبب النادي الاهلي هو قال ان انا مش هقدر اخش النادي الاهلي يمنع هذا الامر، فسالته عشان اعرف اتكلم مع حضرتك. هو قال لي انه صح زي ما حضرتك قلت بالظبط كده، انه يا اما العقد يبقى فيه بيع او اعاره من اهلي جده، ساعتها النادي الاهلي يطالب عبد الله السعيد بغرامه، ولكن اللي حصل بين اهلي جده وعبد الله السعيد هو فسخ التعاقد وده مش مكتوب في العقد. هو قال لي انه هنا الاهلي يطالب باضرار حصلت للنادي، انه اللاعب رجع لمصر بسرعه يلعب في الدوري المصري مره اخرى، احنا ملناش دعوه دلوقتي بالشق الرياضي. انا كده فهمت صح او حضرتك فاهم اللي انا بقوله؟ والله يعني حاولت ما فهمتش قوي بس يعني اقدر اقول لحضرتك ان الـ يعني الاتحاد المصري وافق على الانتقال وايد عبد الله من الاساس. يعني لو الاتحاد المصري شايف ان في مشكله في نقل عبد الله ما كانش اتأيد ونزل اول ماتش ولعب قدام الاهلي ده بدايه يعني. بعدين انا متفهم جدا طبعا ان النادي الاهلي كان يقتنع ان او كان مقتنع ان البند ده بيسمح له ان هو ياخد 2 مليون دولار في اي حاله لو عبد الله جه مصر. صح. بس لا، هو واقع الامر هو ما بيسمحلوش ان هو ياخد 2 مليون دولار الا لو تم بيعه او اعارته. لكن اللي حصل يعني. اللي حصل كان فسخ التعاقد والتراضي وانتقال حر. كده الصوره واضحة، وانت قلت لي انه الكلام ده بالكتير ممكن ياخد 6 شهور، وحتى الان فيما يخص الحجز على اموال عبد الله سعيد فانت اتخذت الاجراءات القانونية في استئنافها على هذا القرار. طبعا احنا اتحركنا على كل الاصعدة وباذن الله يعني قريبا الامور هترجع لنصابها. طيب انا سمعت النهارده تصريحات او قريت لحضرتك تصريحات ان انت تنتظر عقوبة على النادي الاهلي. والله انا ما بنتظرش حاجه دلوقتي لان احنا قدام الكاس، الكاس مش هتحط عقوبه على الاهلي، الكاس هتفصل في الدعوه اللي مرفوعه قدامها ضد النادي الاهلي. بعد ما الكاس تفصل في الدعوه بسبب الاجراءات بتاعت الحجز اللي الاهلي اتخذها، ودلوقتي طبعا دي ادت الى اضرار نفسيه للاعب وكمان يعني شلته من الناحيه الماليه ان هو مش عارف يتصرف طبعا في امواله خالص، والنادي كمان اللي بيلعب فيه مش عارف يدفع له، يعني الموضوع بقى صعب. ده اكيد هنلجا للفيفا لان الاهلي اللي عمله ده هو عدم احترام للكاس والاحكام الكاس اللي صدرت بدون انا مختص. طيب هنرجع للفيفا بعد صدور حكم نهائي من الكاس وهنطالب الفيفا باتخاذ الاجراءات اللي هي شايفاها وفقا للوائحها تكون سليمه. الحجز فقط على اموال عبد الله السعيد ولا ايضا على ممتلكاته؟ لا، متوقع طبعا ان هو يمتد لكل حاجه. كل حاجه. ممتد، هيمتد لكل حاجه، هو حجز مال المدينه ده الغير، فده احنا يعني ده يمتد لكل الاصول يعني. استاذ هاني حاليا 37 جهه بس اللي تم اختارها بالحجز واغلبيتها بنوك. الاستاذ هاني زهران محامي عبد الله السعيد، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله. ادخل على الهواء، طلبت ان الاستاذ محمد عثمان المحامي الخاص بالنادي الاهلي في هذه القضيه انه يكون موجود معانا، وهو قال لي بناء على رغبه النادي الاهلي مش هعرف اكون موجود والاهلي يكتفي فقط ببياناته الرسميه، ولكن شرح لي بعض الامور. انا طلبت منه ان انا افهم عشان اجي اقول لحضراتكم ايه الوضع، بما اننا هنجيب طرف فكان لابد من الطرف الثاني، بما ان الطرف الثاني مش موجود بشحمه ولحمه فاحنا على الاقل ناخد كلامه ونقول لحضراتكم عشان تبقى الصوره واضحه. هو قال انه الاهلي تضرر من فسخ تعاقد عبد الله السعيد مع اهلي جده، وبالتالي هياخد ال2 مليون دولار اللي كانوا موجودين في العقد. كان موجود في العقد انه لو عبد الله السعيد رجع مصر يلعب في الدوري المصري، عشان كان كلام وقتها انه يرجع الزمالك وخلافه، قال لو في العقد او كتب هو الاهلي في العقد لو اللاعب
اتباع من اهل جده او تم اعارته من اهل جده، الاهلي هياخد 2 مليون دولار. طيب اللي حصل ايه؟ ان وقتها اهل جده وعبد الله السعيد فسخوا العقد بالتراضي. فسخوا العقد بالتراضي، يعني في بيع ولا في اعاره. ساعتها بقى اللاعب يعني قانونا يعني او مش قانونا عشان برضو ما فتيش، على مستوى التعاقد هو لم يخل بالبند ده بحسب محامي عبد الله السعيد. النادي الاهلي، محامي النادي الاهلي شايف انه الاهلي وقع عليه اضرار كثيره بمشاركه عبد الله السعيد في الدوري المصري، وهنا شك قانوني بعيد عن الامور الرياضيه، بعيد عن الامور الرياضيه. الشك القانوني ده النادي الاهلي اشتغل فيه بقى في القضاء المصري، وخد من مركز التسويه والتحكيم قرار بمعاقبه عبد الله السعيد بال 2 مليون دولار، وكان الاهلي كمان طالب 4 مليون دولار، بس مركز التسويه والتحكيم قال ان هم 2 مليون دولار. عبد الله السعيد كان ليه محامي سابق. محامي سابق هو مين؟ الاستاذ نصر عزام. قدم استئناف قدام مركز التسويه والتحكيم بعد قراره بتغريم عبد الله السعيد 2 مليون دولار. وبعد كده تم تغيير المحامي، تم تغيير محامي عبد الله السعيد وسحبوا الاستئناف. ده ممكن بحسب محامي النادي الاهلي اعتراف ضمني من عبد الله السعيد ومحاميه انه مركز التسويه والتحكيم يعني منوط بهذه القضيه. بعد كده سحبوا الامر وراحوا على المحكمه الرياضيه. النادي الاهلي شايف انه قراره سليم وقانونيته سليمه، انا بتكلم على محامي النادي الاهلي. ومحامي النادي الاهلي كمان قال لي حتى لو عبد الله السعيد خد قرار من المحكمه الرياضيه في صالح اللاعب اللي هو محامي النادي الاهلي يتوقعه انه وارد يكون لصالح اللاعب، لان المحكمه الرياضيه كثيرا تميل لمصلحه اللاعبين وتميل لمصلحه اللاعبين يلعبوا كوره وما يبقاش عندهم مشاكل. لابد ان يعود بهذا القرار محامي عبد الله السعيد الى القضاء المصري عشان يقدمه، وساعتها بحسب محامي النادي الاهلي هتبقى الاضرار ما زالت واقعه على النادي الاهلي لانها بعيده عن الامور الرياضيه، هي الامور اداريه وماليه وحاجات هم مقدمينها على المستوى القضائي في تفاصيل كثيره. فالاهلي مش عايز يتنازل عن الرقم، وشايف انه حتى قرار المحكمه الرياضيه مش هياثر على هذه الغرامه. الحجز على ممتلكات عبد الله السعيد ده قرار تم تنفيذه بالفعل، وهو اللاعب الان لا يستطيع التصرف في ممتلكاته بحسب محاميه الان وبحسب محامي النادي الاهلي. هتقول لي رايك ايه؟ هقول لك يعني اتضايق على عبد الله السعيد واتضايق على النادي الاهلي. الحاجات القانونيه دي بقى لما تلاقي اللاعب بيعاني والنادي الاهلي له حقوق، الله اعلم مين في الاخر، الله اعلم مين في الاخر اللي هيبقى معاه الحق. عشان احيانا كثيره كلنا يقول لك ايه، لا انا شايف ان عبد الله هو اللي معاه حق، واحد تاني يقول لك انا شايف ان الاهلي هو اللي معاه حق. دي حاجات بتاع القانون، دي حاجات اللي بيفصل فيها القضاء، ما يعني ما اقدرش افتي فيها. انا بس اتضايق على الشكل العام، ازعل على الشكل العام من المخطئ بقى، ده القضاء يفصله في النهايه. حتى هذه اللحظه القضاء ينصف النادي الاهلي، بكره في ايه الله واعلم، الله واعلم. طيب دي الحكايه من اولها لاخرها في قصه عبد الله السعيد والنادي الاهلي. وحاولت بحسب فهمي موضوع القانون ده صعب، صعب وفي تفاصيل كثيره. تعرفين احنا عشنا على افلام ومسلسلات، يعني فهمنا القانون من هذه الصيغه، يعني تفاصيل وجمل وكلمات وحاجات الساده المحاميين الكبار هم بس اللي بيبقوا فاهمينها كويس جدا، وطبعا قضاتنا العظماء. النهارده بعيد بقى عن النادي الاهلي، نادي اسوان اعلن عن صفقه خطيره، مفاجاه. نادي اسوان اعلن النهارده عن صفقه مفاجاه. اسوان النهارده اعلن ضم مليك ايفونا المهاجم الجابوني، مهاجم النادي الاهلي الاسبق، لمده موسمين. كان صوره ليه النهارده هو وهيثم عرابي المدير الرياضي بنادي اسوان اللي كان جايبه اصلا، يعني هيثم هو اللي كان جايب برضه ايفونا في النادي الاهلي منذ سنوات، جابه مره اخرى الى اسوان واصبح لاعبا ومهاجبا في نادي اسوان. ويبدو كده ان اسوان بيحاول يعمل صفقات كبيره ورائعه. بس الملفت ان ايفونا منذ رحيله عن النادي الاهلي، لما تبص على عدد مباريات في كل الفرق اللي لعب فيها مش كتير، ما بيشاركش كتير، ما بيتألقش قوي. هو كان متألق جدا مع الاهلي جدا، بس منذ رحيله من النادي الاهلي لا، مش منور، مش ظاهر. يمكن لكن مع الدوري المصري، يمكن يتألق مع اسوان،
يمكن الفرق اللي لعب فيها سواء في الصين او في تركيا او غيره ما كانش عارف يتاقلم، ما الله اعلم، بس هو اسم له سمعته في الكره المصريه، سمعه محافظ بقى على السمعه دي لسه امكانياته جيده ولا لا الله اعلم. عموما مليون مبروك لنادي اسوان، صفقه على الورق كبيره، نتمنى انها تبقى في الملعب صفقه كبيره ايضا. ده بالنسبه لي مليك ايفونا المهاجم الجابوني السابق او الاسبق للنادي الاهلي، الحالي لنادي اسوان، زي ما قلت لكم اسم له سمعه كبيره في الكره المصريه. طيب نكمل ده. طيب معانا دلوقتي المستشار الشافعي صالح رئيس نادي اسوان، نبارك له على الصفقه، الصفقه اللي كانت مفاجاه للجميع النهارده. يا فندم الف مبروك صفقه مليك ايفونا النهارده. حضرتك طيب وكل العاملين مع حضرتك في برنامجك المميز طيبين، وكل اهل مصر ومشاهدينك طيبين. يشرفنا وينورنا. قبل مليك ايفونا بالمناسبه، عشان بما انها اول مهاتفه بيني وبين حضرتك منذ صعود اسوان، فببارك لك على صعود اسوان. نحب دايما ونفرح نشوف اسوان في الدوري الممتاز. ربنا يبارك فيك، وانا بشكرك مره ثانيه على اهتمامك بنادي اسوان وكل الاخبار اللي تخص نادي اسوان. واحنا الحمد لله يمكن مجلس اداره جديد بقى لنا 6 شهور بنفكر خارج الصندوق، فكرنا في الكابتن هيثم عرابي كمدير رياضي للنادي، ودي تجربه جديده على الصعيد وتجربه جديده على انديه كثيره في مصر. والحمد لله موفقين وشغالين كويس، وفكرنا بعد كده الخطوه الثانيه في الكابتن مصر اللي هو الكابتن ربيع ياسين، والحمد لله وصل اسوان من 3 ايام وموجود معانا لحد دلوقتي. وكنا خدنا رايه في صفقه ايفونا، والراجل قال اذا كان صالح من الناحيه الطبيه فانا موافق عليه طبعا. فهو النهارده الحمد لله يمكن احنا وديناه عشان يعمل الكشف الطبي، هتجينا نتيجه الكشف الطبي بكره اذا اراد الله وكلنا عم، وبعدها هنبدا ان شاء الله في انهاء الصفقه ان شاء الله. حضرتك قلت حاجه كانت لسه تبقى سؤالي اللي جاي، هي كان مشكله مليك ايفونا الفترات اللي فاتت مع كل الفرق اللي لعب فيها كثره اصاباته، عشان كده غاب عن معظم المباريات في كل الفرق اللي لعب فيها بعد النادي الاهلي. فضروري تطمنه من هذه الجزئيه، وضروري برضه يا باشا ما هو ده كان كلامنا مع الكابتن هيثم عرابي برضه قبل ما نبعت له التذكره حضرتك، ان هيجي مش هنتعاقب، لا هيجي الاول يخضع للكشف الطبي. خدنا الرؤيه الفنيه من الكابتن ربيع وموافق عليه، قال اذا كان صالح طبيا فانا مش عنديش مانع فيه. فاحنا خلاص بدانا الخطوه دي، والنهارده راح الحمد لله يمكن مع الجهاز الاداري للنادي والجهاز الطبي والمشرف على الكوره، وعملوا كل الفحوصات المطلوبه، هتظهر نتيجتها بكره. اذا كانت ان شاء الله نتيجتها هتجيب تيجي بالايجاب ان شاء الله باذن الله، ما عندوش اي مشاكل في الناحيه دي، هنبدا بعد كده نتعاقد نتكلم في التعاقد ان شاء الله، واللي هيكون ان شاء الله غالبا على حسب كلام هيثم عرابي معايا 2 سنين ان شاء الله باذن الله. يعني اللي حضرتك بتقوله لي دلوقتي انه حتى هذه اللحظه لم يتم التعاقد رسميا لحين وهو اللي بيعلن التعاقد، يا اما هو رئيس النادي صح بصفه المتحدث الرسمي بالنادي او المركز الاعلامي للنادي. صحيح، ما فيش حد فينا اعلن الكلام ده من بره في الصفحات تاني حد بيكتبه، انا مش مسؤول عنه. انا النهارده افرض لا قدر الله بكره جتني نتيجه الكشف الطبي حضرتك عليه ان هو مش سليم، هتعاقد معاه ازاي يعني؟ صحيح صحيح. طيب ايفونا لما كان موجود مع النادي الاهلي او حتى سافر بعد كده الصين كان بيتقاضى راتب كبير، هل هو هيتقاضى راتب كبير ايضا في اسوان ولا الراتب معقول؟ والله ما اتكلمناش في كل الجزئيات دي، بس احنا مش عاوزين ناخد الخطوه الثانيه قبل الخطوه الاولى. خلينا نتاكد بس من صلاحيته من الناحيه الطبيه الاول، وبعد كده ان شاء الله باذن الله نتكلم مع الكابتن هيثم اللي هو قريب منه وهو اللي جايبه. وان شاء الله مش هنختلف في الامور دي كلها يعني. عظيم جدا. طيب اسوان بيشتغل على مين الفتره دي؟ اسوان واضح ان هو داخل سوق الانتقالات بشكل قوي جدا، بيشتغل على مين الفتره ديت انه يضمه للفريق؟ احنا والله اللي اقدر اقوله لك ان احنا امبارح كان في لقاء مع لجنه الكوره ومع الكابتن ربيع ياسين والكابتن هيثم وكل المسؤولين عن المنظومه، ان احنا استقرينا على 12 لاعب من القدام ومعاهم 3 من الناشئين مصعدينهم، فانا عندي 12 ففاضل لي 18، هشوف توزيعة ال 12 دول اماكنهم ايه اللي موجوده وهبدا اكمل عليهم ان شاء الله باذن الله. عظيم جدا، حاطين عينيكم على لعيبه من الاهلي والزمالك حتى لو على سبيل العرض؟ ان شاء الله ده هيكون تعاون، وبدانا في هذا الخط ان شاء الله يكون مع والكابتن هيثم عنده رؤيه في كده، هو والكابتن ربيع وعلاقاته الاثنين تسمح لهم ان هم يتواصلوا مع المختصين في الناشئين في الاهلي وفي الزمالك،
وان شاء الله باذن الله واحنا معاهم برضه كمجلس اداره وكلجنه كره وناصر باذن الله بفريق اسوان الى ما يصبو اليه جميع اهل اسوان ان شاء الله. كان في كلام ان اسوان بيفكر في رامي ربيعه مدافع النادي الاهلي، الكلام ده مظبوط؟ والله من ضمن الاسماء المطروحه، بس احنا لسه لسه مع الكابتن هيثم هو بيعرضها لاعب وبناخد الاول عليها بواسطه المدير الفني والجهاز الفني اللي معاه عشان وبعد كده لو قال لي احنا يصلح بنبدا بعد كده في التفاوض. صحيح. مستشار الشافعي صالح رئيس نادي اسوان، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، كل التوفيق لنادي اسوان، نادي جميل، شعب جميل، كل حاجة عظيمة جدا، فرحانين بتواجده جدا في الدوري الممتاز، ونفسنا كمان يبقى عامل فرقة كويسة تكمل وتقدر تنافس الموسم اللي جاي. هقولكم شوية حاجات بقى ليها علاقة بريكاردو سواريش المدير الفني للنادي الأهلي. سواريش طلب من الكابتن سيد عبد الحفيظ لائحة الفريق، لائحة العقوبات ولائحة المكافآت، عايز يعرف اللعيبة بتاخد مكافآت امتى، عايز يعرف الجزاءات بتبقى امتى، عايز يعرف الجزاءات هتبقى قد ايه، عايز يعرف المكافآت هتبقى قد ايه. دي كلها حاجات طلبها الراجل من الكابتن سيد عبد الحفيظ عشان يبقى عارف كل كبيرة وصغيرة في الفريق. دي نقطة. نقطة كمان انه طيب اهو دخل معايا رغم ان انا حاولت معاه قبل الهوا، بس الحمد لله انه هو اقتنع، الاستاذ الكبير استاذ محمد عثمان محامي النادي الاهلي. يا فندم صباح الخير، حضرتك مشرف ومنور. استاذ كريم صباح الفل على حضرتك وعلى كل مشاهدينك الكرام، واهلا بيك وحضرتك. ده حضرتك ريحتني جدا عشان كنت بحاول اقول كلام كتير قوي، حاولت اقول اللي انا فاهمه واللي انا ما كنتش فاهمه قوي، حاولت برضه اطلعه بصيغه كويسه، ففرصه ان حضرتك معانا عشان تفهمنا ايه الوضع الان في قضيه النادي الاهلي ضد عبد الله السعيد. يعني خليني بس ابدا مع حضرتك ومع مشاهدينك الكرام ان كان هناك عقد بين النادي الاهلي واهلي جده وعبد الله السعيد، هذا العقد ده عقد ثلاثي. بموجب هذا العقد الثلاثي انتقل اللاعب لاهلي جده، وكان في بنود في العقد، هذه البنود بتحظر اعاده بيع اللاعب او اعارته او لعبه لان هو يلعب في مصر لمده 3 سنوات من تاريخ هذا التعاقد، والثلاث اطراف اتفقوا على كده. وعلى الجانب الاخر كان هناك عقد ثنائي بين اللاعب وبين بين اهلي جده بينظم مستحقاته وراتبه وهذه كل هذه الامور. العقد الثلاثي اللي بين الثلاث اطراف النادي الاهلي واللاعب واهلي جده كان من بين الشروط اللي فيه انه حال مخالفه اي بند من بنود هذا العقد اللي يخالف هذا التعاقد ملزم بغرامه 2 مليون دولار عقب قيام اللاعب بالالتفاف على التعاقد وفسخه لعقده مع نادي اهلي جده باراده منفرده دون ان يكون النادي الاهلي شريك في هذا. الاهلي اعتبر ان ده امر فيه ضرر ليه ومخالفه لبنود العقد، ولجأ لمركز التسويه والتحكيم الرياضي بمصر الذي اصدر حكما بالزام اللاعب بان يؤدي للنادي الاهلي 2 مليون دولار، ثم استأنف على الحكم امام مركز التسويه ولم يستكمل الاجراءات، ومن ثم اصبح هذا الحكم طبقا للقانون حكم نهائي، وتم تسجيل الحكم بالصيغه التنفيذيه واعلان اللاعب به واستمرار اجراءات التنفيذ، وتم توقيع الحجز على ارصدته في البنوك، واي مال يظهر للمدين بحسب القانون يجوز توقيع الحجز عليه استيفاء لهذا الدين. على الجانب الاخر اللاعب لجأ قبل استنفاذ الاجراءات القانونيه والقضائيه في مصر امام جهات الاختصاص المحليه لجأ للمحكمة الرياضية الدولية، ودي كان مسألة كانت محل طعن من النادي الأهلي ومن اللجنة الأولمبية ذاتها أنه لا يجوز اللجوء لأي محكمة دولية قبل استنفاذ الأساليب والطرق القانونية وكل الإجراءات القانونية أمام الجهات المحلية المختصة، وده كان محل خلاف. بالتالي إحنا أمام حكم نافذ قائم بذاته، وأن الطعن أمام المحكمة الرياضية الدولية لا يوقف تنفيذ هذا الحكم، وبالتالي إحنا مستمرين في إجراءاتنا بناء على طلب مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب استيفاء لحقوق النادي الأهلي في هذا الشأن. عظيم جدا. طيب لو المحكمة الرياضية الدولية أنصفت عبد الله السعيد وبقى في حكم لصالح عبد الله السعيد، هل الحكم ده يبطل حكم لجنة التسوية والتحكيم؟
اولا مركز تسوية التحكيم، اعتقد ان ده امر مستبعد لان النادي الاهلي مركزه قوي في هذه القضيه ومرجح ان شاء الله ان يكون الحكم لينا. ثانيا النادي الاهلي بيحترم احكام الاحكام القضائيه بشكل عام، سواء صدرت من جهاز ذات اختصاص دولي او محلي. حال صدور حكم بهذا المعنى هيتم دراسته ونشوف، وفي كل الاحوال احنا بننصاع لهذه الاحكام متى كانت سليمه وصادره من جهات الاختصاص المختصه بها ونهائيه واجبه النفاذ. في الحاله دي بنمتثل لكل هذه الاحكام. الحجز على اموال عبد الله السعيد تشمل ايضا كل ممتلكاته ولا فقط امواله في البنوك؟ شوف، بحكم قانون المرافعات يجوز الحجز على اي مال للمدين، سواء عقار، سواء اموال سائله، سواء اموال في البنوك. احنا بنسلك كل هذه الطرق، ودي الطرق التي نص عليها القانون. اي مال عليه سنتعقبه حتى تمام سداد كامل الدين. طيب، من الحاجات المهمه جدا كمان حابب اسالها لحضرتك دلوقتي، لو عبد الله السعيد خد حكم، حضرتك بتقولي ان موقف الاهلي اقوى، لو خد حكم المحكمه الرياضيه الدوليه هل ده سيتبعه اي عقوبات محتمله على النادي الاهلي ولا الامور دي مستبعده؟ لا اطلاقا طبعا الحديث في شان عقوبات، لان النادي الاهلي هو صاحب الحق والنادي الاهلي هو المضرور، والحديث في هذا الشان ما فيش نص قانوني يقول ده. وحديث معاقبه الاهلي او شيء من هذا القبيل ده حديث عبثي لا يمت القانون بصله. هل كان في اي محاولات من عبد الله السعيد او محامي الفترات الماضيه بالصلح مع النادي الاهلي ولا ده ما حصلش ابدا؟ شوف، مساله الزملاء المحامين هي مرت، هذه القضيه مرت تقريبا بثلاث مراحل. المرحله الاولى كان محاميه الصديق العزيز استاذ اشرف عبد العزيز، وتواصل معنا وطلب ان تسويه الامر ودي، والنادي الاهلي رحب، الى ان اللاعب لغى توكيله، ثم استعان بزميل اخر اقام استئناف امام مركز التسويه طعنا على الحكم، وسدد جزء من الرسوم وتعهد بسداد باقي الرسوم، الى ان اللاعب فجاه الغى ايضا توكيل الزميل المحامي الثاني واستعان بزميل ثالث. واستمر في الاجراءات اللي كل الناس عارفاها. دي المراحل والمحطات اللي عدت اللي مرت بيها هذه القضيه من حيث دفاع اللاعب. استاذ الكبير استاذ محمد عثمان محامي النادي الاهلي، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات المهمه. الصوره كامله امام حضراتكم، الصوره كامله امام حضراتكم، محامي عبد الله السعيد محامي النادي الأهلي دون أي تداخل منا بالرأي في هذا الأمر، أمور قانونية بحتة بحتة، نحاول نفهمها، نحاول نخليها أو نشوفها بمنطق، احسبها زي ما تحسبها، بس طبعا ما أقدرش أقول فيها رأي. لو تسألني أنا عن رأيي، الرأي العام جدا الواحد ما يحبش يبقى فيه قضايا ومشاكل بين أي اتنين في الشارع حتى. فنتكلم في عبد الله سعيد نجم كبير والنادي الأهلي طبعا. النادي الأهلي طبعا. فما تحبش، ما تحبش تشوف المنظر، ما تحبش تشوف اتنين بيتخانقوا مع بعض وعندهم قضايا، ما تحبش، ده بشكل عام. بس أكيد في حد ليه حق. أكيد في حد ليه حق، حتى هذه اللحظة القضاء حكم للنادي الأهلي. حتى هذه اللحظة. إيه بقى الإجراءات اللي بعد كده، الاستئناف والطعون والمحكمة الرياضية وخلافه، الله أعلم باللي جاي. بس حتى هذه اللحظة القرار لصالح النادي. نكمل مع سواريش المدير الفني للنادي الاهلي، والراجل شكله كده هيمشي على طريقه مانويل جوزيه. هيمشي على طريقه مانويل جوزيه في اللعب؟ لا، الله اعلم. في مثلا في التشكيل؟ الله اعلم. في طريقه اللعب؟ الله اعلم. الراجل هيمشي على طريق مانويل جوزيه في ايه بقى؟ انه بصدد اعاده الفريق للتدريبات صباحا مبكرا الساعة 8 أو 9 الصبح زي ما كان مانويل جوزيه بيعمل. ده مبدئيا كده تدريبة الصبح، وغالبا هيبقوا تدريبتين، واحدة الصبح وواحدة مسائية. الراجل بيدرس هذا الأمر مع الجهاز المعاون والمعاون، وغالبا هيبقى فيه قرار بهذا الأمر قريبا جدا، عودة تدريبات النادي الأهلي الصباحية كما كان يفعل المدير الفني البرتغالي الأسبق للنادي الأهلي مانويل جوزيه. دي نقطة.
نروح بقى للمهم. كلام كتير عن الراحلين عن النادي الأهلي. مين هم الراحلين عن النادي الأهلي أو المحتمل رحيلهم عن النادي الأهلي؟ تعالوا نشوف. أول واحد هو المغربي بدر بنون، تأكد رحيله بشكل نهائي عن الأهلي وينهي في الفترة الحالية اتفاقه مع نادي قطر القطري للانتقال إليه في فترة الانتقالات الصيفية في صفقة يحصل الأهلي من ورائها على 2.5 مليون دولار، بالإضافة لنصف مليون دولار امتيازات إضافية في الصفقة، كما تنازل اللاعب عن مبلغ 100,000 دولار تقريبا، هي قيمة الثلاثة أشهر المتوقعة في موسمه الحالي مع الأهلي، ويحصل بدر على ما يزيد عن 1,300,000 دولار سنويا مع الفريق القطري. مين كمان؟ لويس ميكيسوني أكيد. تلقى النادي الأهلي أكثر من عرض لرحيل اللاعب في الانتقالات الصيفية، أبرزهم من ناديه السابق سيمبا التنزاني، لكن حتى الآن لم يوافق الأهلي بسبب ضعف المقابل المادي المعروض من جانب سيمبا، والذي لن يصل ل 400,000 دولار في الوقت الحالي، الذي اشتراه الأهلي من سيمبا نفسه العام الماضي بحوالي 1,000,000 دولار. وفي نفس الوقت هناك عروض أخرى للاعب من يانج أفريكانز التنزاني والمريخ السوداني. الاسم اللي بعد كده هو بيرسي تاو. إدارة الكرة بالنادي الأهلي عرضت موقفه على ريكاردو سواريش، والمدرب أكد أنه سينتظر رؤيته في الملعب والتعامل معه لتحديد موقفه، لكن يبدو أن اللاعب ليست لديه الرغبة للاستمرار بعد رحيل مواطنه بيتسو موسيماني. لذلك قام الأهلي في نفس الوقت بتكليف أمير توفيق مدير التعاقدات بالبحث عن عرض مناسب للاعب لا يقل عن 1,000,000 دولار لرحيله. أليو ديانج. في الوقت الحالي فتح الأهلي الباب أمام بيعه شرط وجود عرض مناسب، وحتى هذه اللحظة لم يصل إلى الأهلي عرضا مناسبا للاعب المالي، وكل العروض شفهية فقط، ولكن إذا وصل عرض جيد ستتم الموافقة ولن يبالغ النادي في طلباته المالية. لعيب مهم وكبير، بس لو الأهلي استفاد منه مالياً هيبقى حاجة كويسة. رامي ربيع ينتهي عقده مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري، وهناك توصية من لجنة التخطيط بالتجديد له، كما يملك اللاعب عرضا من نادي السلية القطري بمقابل مادي جيد وسلمه إلى لجنة التخطيط، لكنه ليس لديها أي مانع في التجديد للأهلي، إلا أن القرار النهائي الآن في يد ريكاردو سواريش. محمد محمود جدد عقده مع الأهلي منذ فترة قصيرة وتمسك بالاستمرار داخل القلعة الحمراء، إلا أن لجنة التخطيط ترغب في إعارته حتى يشارك أساسيا ويستعيد مستواه ويعود للفريق مرة أخرى. طيب النهاردة هنتكلم كتير قوي عن التحكيم، هنتكلم كتير قوي عن كلاتنبرج، هنتكلم كتير قوي عن فكرة خبير تحكيم أجنبي في الكرة المصرية. الفكرة فكرة جيدة، فكرة كانت مهمة، فكرة اتأخرنا فيها، ولا مش محتاجين؟ نعرف مع ضيوفنا الكبار الكابتن توفيق السيد الحكم الدولي السابق والكابتن محمد صلاح عبد الفتاح الحكم المساعد السابق بعد هذا الفاصل، خليكم معنا. يا اهلا بحضراتكم مره اخرى. الكلام عن التحكيم لا ينتهي. شرفني ونورني في هذه الفقره الكباتن الكبار كابتن توفيق السيد الحكم الدولي السابق والكابتن محمد صلاح عبد الفتاح الحكم المساعد الدولي السابق. شرفوني نتكلم معاهم عن كثير من الامور تخص الخبير التحكيم الاجنبي والخبير التحكيم المصري. منور كابتن توفيق. حبيبي يا كابتن كريم، ده نورك. انا زي الفل. كله بخير؟ كله زي الفل. مشرف كابتن صلاح، مشرف ومنور. بنورك. اخبارك ايه؟ ربنا يخليك. كله كويس الحمد لله. شيك اهو تمام. لا كابتن توفيق اشيك. كابتن توفيق كان مغيران منك واحنا داخلين. انا قلت له البس بدله بس ما رضيش. حسيت. لا بس انت عارف كابتن كريم قال ايه؟ بلاش. خلاص بقى. خلاص. طيب عايز اقول لحضراتكم الاول انه رابطه الانديه اعلنت منذ لحظات اعلان طاقم تحكيم اجنبي لمباراه نهائي كاس الرابطه. بالمناسبه يعني بمناسبه الكلام عن التحكيم اقول لكم لما نرجع كمان كلام عن وزاره الشباب والرياضه بتتحدث ايضا عن التحكيم وانها ما بتتدخلش في اي قرار يخص اتحاد الكوره بخصوص لجنه الحكام. نشوف تقرير عن الحكام ونرجع بقى نتكلم كثيرا مع حكامنا الكبار. خليكم معنا.
ما بين ركلات جزاء غير محتسبة وأخرى غير صحيحة وقرارات عكسية وأزمات في التعامل مع تقنية حكم الفيديو واعتراضات الكثير من الأندية، يعيش التحكيم المصري فترة عصيبة في الوقت الحالي تسببت في أزمات كثيرة خلال مباريات الدوري والكأس، الأمر الذي دفع الأندية ومسؤوليها للهجوم على الحكام بشكل مستمر بعد غالبية المباريات. فرغم دخول تقنيات حديثة من شأنها المساهمة في تقليل الأخطاء التحكيمية وتطوير أداء ومستوى الحكام، إلا أننا ما زلنا نشاهد أخطاء متكررة بشكل مستمر في غالبية المباريات المحلية، وهو ما دعا اتحاد الكرة لاستقدام خبير أجنبي هو الإنجليزي كلاتنبرغ للإشراف على لجنة الحكم والمساهمة في تطوير الحكم المصري. لكن يبدو أن هذا القرار لن يمر مرور الكرام بسبب اعتراض عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام على تواجد كلاتنبرغ، بالإضافة إلى رفض أكثر من حكم سابق للفكرة. في الوقت نفسه ظهرت العديد من التقارير التي أكدت فشل كلاتنبرغ في تجاربه السابقة بالسعودية واليونان، وهو ما جعل الجماهير لا تتفائل بإمكانية تطوير التحكيم المصري في فترة قريبة. وأمام هذا كله يتعرض الحكم المصري لانتقادات عنيفة من الجماهير سواء أخطأ أو أجاد. فهل نجد حلاً لهذه الأزمات المتكررة والتي بسببها لن يتواجد التحكيم المصري في مونديال قطر 2022؟ أم ننجح في إعادة التحكيم المصري لسابق عهده ونستعيد الريادة الإفريقية والعربية؟ يا اهلا بحضراتكم مره اخرى. بجانب الخبر اللي لسه هقوله لكم دلوقتي، انه رابطه الانديه قالت ان طاقم تحكيم اجنبي لمباراه نهائي كاس الرابطه بين فيوتشر وغزل المحله، وزاره الشباب والرياضه اصدرت بيان منذ لحظات. حابب اقراه لحضراتكم بسرعه عشان كل ده يخص الحديث اللي هيدور دلوقتي. تؤكد وزاره الشباب والرياضه انها لا تتدخل مطلقا في اي من الشؤون الفنيه او قرارات مجلس ادارات الاتحادات الرياضيه ومنها الاتحاد المصري لكره القدم، وذلك في ضوء ما تداولته بعض المواقع الالكترونيه عن وجود تدخل في شؤون الاتحاد المصري لكرة القدم يتعلق باختيار أو الإبقاء أو تغيير بلجنة الحكام التابعة للاتحاد. وتؤكد الوزارة أن هذا الأمر من صميم عمل مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، ولا علاقة للوزارة بأي قرارات تصدر من مجلس إدارة الاتحاد تتعلق بلجانه المختلفة أو شؤونه الفنية أو المسابقات. وشددت الوزارة أنها تقف على مسافة واحدة من جميع الهيئات الرياضية في إطار دورها المتعلق بالرقابة والمحاسبة، ولا تتدخل مطلقا في شؤونها أو لجانها الفنية. كابتن توفيق، مفاجأة بالنسبة لطاقم تحكيم أجنبي لنهاية كأس الرابطة، خاصة ما فيش أهلي وزمالك. صحيح، احنا متعودين طاقم تحكيم أجنبي في مباراة الأهلي والزمالك. يعني خلينا نتفق على شيء مهم جدا، ان طبعا اكيد ده حصل بالاتفاق مع الاتحاد المصري لكرة القدم، وفي تنسيق مفترض انه في تنسيق مع لجنة الحكام الرئاسية، كل احترامه والتقدير للبطولة طبعا، لكن احنا عايزين نقلل وجود الحكم الاجنبي وجود الحكم الاجنبي في مصر. اعتقد انه لابد انه يقل الفتره اللي جايه دي. يعني هتلاقي انت بتفتح الباب وبتفتح المجال على مسرعيه زي ما بيقولوا، كله يبقى انه كل بالظبط كده. فانا بشوف طبعا مباراه نهائي رابطه الانديه المحترفه هو مباراه محترمه، مباراه كبيره او البطوله، لكن انا في اعتقادي الشخصي ان التحكيم المصري هو أضر على مدار البطولة كلها كان بطاقم تحكيم مصرية. فأعتقد كان الأولى أو كان الأفضل أن طاقم تحكيم مصري، برضو عندنا حكام على أعلى مستوى من الكفاءة الحقيقة، وحكام كلهم حكام محترمين، كان يعني أنا شخصيا كنت بتمنى أن يدير المباراة النهائية طاقم تحكيم مصري، خصوصا أن يعني المباراة زي ما حضرتك قلت ما فيهاش أهل، ما فيهاش زمالك، ما فيهاش حتة عصبية أو جماهيرية أو حاجات من هذا القبيل. يعني لا أغزم طبعا فريق جماهير كبير، بس طبعا لا بس احنا بنتكلم إن دايما الأهلي والزمالك هم بالظبط كم أجانب. بالظبط يعني. لا احنا شفنا الماتش اللي فات مباراة برضو الكاس كان الأهلي وبيراميدز، تم استخدام حكام أجانب. صحيح الحقيقة صحيح مفهوم. طيب كابتن محمد، واضح كده إنه خلاص في ثقة مكسورة وبشكل واضح في حكامنا المصريين. يعني الحاجات دي دايما احنا بنحاول نجملها ونقول لا حكامنا بخير وحكامنا رائعين وحكامنا كبار، وهم فعلا كده بالمناسبه يعني. صحيح. بس الثقه الانديه والاتحاد نفسه فيهم ما بقتش كبيره. ده دليل الحاجات اللي احنا بنقراها وبنشوفها دي. تمام، اتفق معاك، ولكن الثقه دي فقدت. مين يتحمل مسؤوليتها؟ اللي يتحمل مسؤوليتها نمره واحد لجنه الحكام، نمره اتنين اتحاد الكوره. اتحاد الكوره هو المفروض هو الظهر بتاع الحكام، هو ما بيحميش الحكام، وكذلك لجنه الحكام ما بتحميش الحكام. هديك مثال. اتفضل. كان عندنا في المسابقه يعني الدوري اللي انتهى بتاع القسم الثاني مثلا او القسم الاول، هتلاقي فيه
اعتداءات كتيرة حصلت على الحكام، وفي توصيات بالشد وصلت للاتحاد الكورة من لجنة المسابقات ما تمش البت فيها. تخيل انت حكامك تم الاعتداء عليهم في الملعب، وده يمكن ناس كتير شافته واتذاع وناس كلمت فيه، اتحاد الكورة ما حماش الحكام. فهنا الثقة ابتدت تتهز، ثقة الحكم نفسه في المنظومة اللي هو بيعمل يعني تحت مظلتها. صح، خلاص هو مش حاسس ان هي بتجيب له حقه. صحيح، دي نمره واحد. نمره اتنين، انت النهارده عمال تقول تحكيم اجنبي تحكيم اجنبي، واحنا عمالين نقول عايزين حكام في كاس العالم. طول ما في تحكيم اجنبي عندنا هنا في مصر، تاكد تماما ان مش هيبقى عندك حكم في كاس العالم نهائيا. ليه؟ لان دلوقتي الكاف الاتحاد القاري دايما بيبص على الحكام الدوليين وبيحط السبوت عليهم في المسابقه المحليه. طالما انت حكامك مش شايله الدوري بتاعك او مش شايله المسابقه بتاعتك، هو خلاص بيبعد، خلاص بيصرف نظر عنك تماما. فلازم اتحاد الكوره يفهم ان وجود التحكيم الاجنبي خلاص انت كده بتضعفه حتى في القاره الافريقيه كمان، مش في وجوده في كاس العالم بس. طيب هنا تمام، ما فيش مانع بقى ان احنا نجيب خبير تحكيم اجنبي. كان اهو الكلام على انه لجنه الحكام مين اللي ادى فرصه عملت مشكله. صحيح، الكوره عامل مشكله، طب ما نجيب حد بقى يحل لنا المشاكل دي، ده احنا مش عارفين نحلها. طيب مين المتسبب ان الاتحاد المصري لكره القدم يفكر انه يجيب خبير اجنبي؟ انا توفيق السيد اهو بعترف، قلت لحضرتك ان انا عندي تحفظ على وجود خبير اجنبي في مصر. عندنا ناس قامات كبيرة جدا وقامات محترمة، كابتن جمال غندور، كابتن رضا بلتاجي، كابتن احمد عودة، كابتن سمير عثمان، كابتن ياسر عبد الرؤوف. عندنا لو قعدنا نتكلم هنلاقي في مجموعة كبيرة. انا اتفضل قطعني، لا قطعني قطعني قطعني، وكابتن عصام عبد الفتاح عليهم يعني. تمام، من وجهة نظر اللي احنا قلنا الاسماء كلها زي الفل، بغض النظر هنتفق ولا نختلف. تمام، بس مع كامل الاحترام، حقيقي مع كامل الاحترام لكل الاسماء العظيمة دي، مع كل واحد فيهم اداره التحكيم المصري كان تقريبا نفس المشاكل موجوده. لا، ما انا ما شفتش مشاكل بالطريقه اللي احنا في الوقت الحالي. طيب احنا دلوقتي في البيك بتاع المشاكل. بالظبط كده، بالظبط كده، بس ما احنا كنا بنعيش مشاكل. لا خلينا بس اسمعني انت حضرتك سالتني مين طبعا السبب ان احنا نستعين بخبير. النهارده اتحاد الكوره ما كانش قدامه اي فرصه ولا اي حاجه تانية غير انه يجيب خبير اجنبي عشان يطور منظومه التحكيم، لانك انت النهارده المباريات لا يخفى عن حد ان سوء اداره لجنه الحكام الحاليه بقياده الكابتن عصام عبد الفتاح ولجنته المحترمه، سوء اداره على مدار 10 شهور، سوء اداره بمعنى سوء اداره. النهارده انت بتتكلم في ايه؟ انت بتتكلم في 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 في, في تعيينات ما تعرفش التعيينات رايحه فين، جايه منين. الحكم بيلعب امبارح ويلعب بعد بكره، وفي حكام ثانيه قاعده تتفرج، وفي الكلام ده كله بيعمل حاله احتكام ما بين الحكام نفسهم. وهاخد من محمد كلمه شهيره، كلمه جميله جدا، الحكام فقدوا الثقة، بعض الحكام الكبار فقدوا الثقة في نفسهم لأن الإدارة بتاعتهم ما بتحميهمش. صحيح، دي نقطة مهمة جدا. صحيح، مين اللي خلى اتحاد الكورة يا كريم يجيب أو يفكر إنه يستقدم خبير أجنبي عشان يطور التحكيم؟ هو كابتن عصام عبد الفتاح، مع كل الاحترام والتقدير لأي حد، لكن النهاردة التحكيم ماشي بشكل مش كويس، واحنا شايفين ده كويس جدا. الكابتن عصام في تصريحاته كان رافض تماما هذه الفكره، قال كده. ما انا لسه جاي لحضرتك في الحته دي. مهمه جدا. الكابتن جمال غندور كان معايا في مداخله من كام يوم، كان رافض تماما يبقى في خبير تحكيم. بص هقول لحضرتك على حاجه، طبعا كل الاحترام والتقدير لراي الكابتن جمال، وانا كنت متفق معاه، ما فيش ادنى مشكله، بس احنا عندنا امر واقع دلوقتي. اتحاد الكوره جاب الراجل وعمل مؤتمر صحفي. انت عندك في حاجه مضحكه يعني، في مفارقه كده جميله يعني. اتفضل. استاذ جمال علام رئيس الاتحاد، من قبل ما يقولوا هتجيب خبير اجنبي طلع قبلها باسبوعين تقريبا قال لك احنا متمسكين بالكابتن عصام عبد الفتاح لان عنده خطه التطوير، احنا عايزين نطبق خطه التطوير. تمام، فين دي خطه التطوير؟ ما انا جاي لك. هو ده تصريح رئيس الاتحاد. بعد اسبوعين لقينا اتحاد الكوره بيعلن احنا جبنا خبير اجنبي وعاملين له مؤتمر صحفي عشان يطور لاتنبرج. فدي ان كان بيدل على التضارب حتى التصريحات، ومفيش حتى حاجه مدروسه يعني، الكلام مش مدروس ومفيش خطه يعني. انت نفسك بتعترف بتقول انا متمسك بيه عشان يكمل الخطه، طب ما هو مفيش خطه تطوير. وفي حاجه تانية يا محمد، كابتن عصام طلع استبق الاحداث، استبق الاحداث، ونقطه مهمه جدا لازم نتكلم فيها. بغض النظر انا متفق على وجود على وجود خبير تحكيمي اجنبي من عدمه، كابتن عصام طلع استبق الاحداث واعترض بشكل كامل وكبير جدا على قرار مجلس اداره الاتحاد، وقال مين باللفظ كده، قال مين كلاتنبرج ده ما راحش كاس عالم. هو مش شرط يا كابتن عصام ان الحكم عشان يروح كاس العالم انه يعرف يدير منظومه التحكيم.
وإلا وفي الناحية الثانية فين على المدربين؟ مش شرط انك تبقى لاعب كبير تبقى مدرب كبير، ولا كان مارادونا بقى احسن مدرب في العالم. بالظبط كريم، النهارده انفنتينو رئيس الاتحاد الدولي لكره القدم لم يمارس كره القدم قبل منه جوزيب بلاتر نفس الشيء. اللي بيديروا اعلى منظومه كرويه في العالم، ما الاداره مالهاش علاقه باللي انت بتقوله ده. بس انت عارف الناس دي ناجحه ليه؟ لانه هو بيسيب كل حاجه بيسيب كل حاجه للمتخصص. طبعا للمتخصص. النهارده مع احترامي وتقديري عندنا 19 عضو لجنه حكام، مؤخرا الكابتن فهيم عمر كل الاحترام والتقدير ليه استقال من لجنه الحكام وفضل انه يشتغل مدير كره في نادي ترسانه، استقال. فبقى في 18 عضو، ال 18 عضو انا مع احترامي وتقديري لابد ان كل واحد فيهم لو كان قام كل واحد فيهم بدور، او الكابتن عصام عبد الفتاح من ضمن خطه التطوير اللي اتكلم عليها محمد اللي احنا ما شفناش خطه التطوير، لو كل واحد قام بدوره في ال 18 واحد دول او ال 19 واحد دول كان التحكيم مشي بشكل كويس. لكن النهارده من الذي تسبب في ان الاتحاد الكوره يفكر؟ لا، هو الكابتن عصام عبد الفتاح بسوء ادارته الحاليه في اداره التحكيم. كابتن عصام عبد الفتاح فين يا كريم؟ كابتن عصام عبد الفتاح في المغرب حاليا والدوري المصري مشتعل فوق وتحت. كابتن عصام عبد الفتاح في المغرب بطوله افريقيا للسيدات بصفته عضو لجنه الحكام في الاتحاد. يعني اعتقد ان مش كل الحكام او كل اعضاء لجنه الحكام في الكاف راحوا البطوله دي. النهارده هنا اولى التوقيت ده. بمناسبه ان الكابتن عصام يعني في مسؤول في الكاف، احنا في مصر ما عندناش حكم مصنف، حكم دولي مصنف في الكاف. يعني كل دول شمال افريقيا، لان الكابتن عصام هو المسؤول الزون، كل دول شمال افريقيا حكامهم مصنفه، عندهم رقم واحد ورقم اثنين، رقم واحد ورقم اثنين. احنا البلد الوحيده اللي ما عندناش حكم مصنف. يا هو كابتن عصام بيصنف، لا هو كابتن عصام بيصنف الحكام المغاربه والجزائريين على، يعني هو بيصنف، هو مش شايف ضمن يعني دي حاجات في ضمن تصميم الشغل. تمام. في الكاف حكام مصر في القائمه الدوليه مش مصنفين. طيب انا هقول لكم حاجه بصراحه، قول. انا الحكايه بالنسبه لي مش الكابتن عصام خالص. لا لا احنا بنتكلم على راس المنظومه. لا انا بكلمك على على منظومه التحكيم. مين راس المنظومه؟ طبعا الكابتن عصام. هو ما له مسؤوليه، بس انا بالزبط. انا عايز اتكلم الموضوع بشكل اشمل وبشكل اوسع. جميل. كلاتنبرج لما هي وهيبقى موجود وهيتولى اداره التحكيم هيشتغل ازاي؟ هقول لك. انا هاخد من كلام كلاتنبرج وهرد عليك. كلاتنبرج في المؤتمر الصحفي قال جزئيتين مهمين جدا. هاخد من كلامه وهقول لك هيشتغل ازاي. هو قال انا هطلع كل اسبوع تسجيلات الفار ما بين في غرفه الفيديو. تمام. وده شيء مخالف بالمناسبه. انا هساله سؤال، يعني هوجه لاتحاد الكره سؤال، هل الكلام ده معمول بيه في الدوري الانجليزي اللي هي بلده؟ ما شفناهوش. فهو الناس سابته يطلع يتكلم بيقول كلام مش عارف هو بيقول ايه. نمره اتنين، هو قال حاجه تانية، قال لك انا هعمل اختبار لياقه بدنيه كل شهر. اولا علميا الكلام ده مش صحيح. لا يا محمد، هو عايز يعمل قياس للاختبارات البدنيه. لا يعني هو قال اليويو الاختبار اللي هو قال هعمل اختبار بدني. بدني ما هو ممكن تعمل اختبار بدني، ما دي لا بس دي فيها حاجه مهمه. ممكن تعمل اختبار بدني زي على غرار الدوري الانجليزي. مش مختلف معاك. الحكام عندهم 55 سنه بيحكموا. في نقطه تانية، انت النهارده الحكام هو ما يعرفش الحكام بتتمرن ازاي. ما انت تيجي النهارده عشان ان انا اطلب منك حاجه لازم ابقى عارف امكانياتك ايه. انت النهارده الحكام بتتمرن لا معاه مدرب وبيتمرنوا بشكل عشوائي، كل مجموعه بتتمرن مع بعض. انا عايز اقول لك على حاجه، في حكام بتروح انديه، الانديه بتقول لهم لا احنا ما، وبتطلعهم بره الملعب. يعني ايه؟ يعني حكم داخل يتمرن في نادي يقول له لا معلش احنا قفلنا الملعب بيتصلح، شكرا روح اتمرن في حته تانية. انت النهارده هل انت اتحاد الكوره حليت ده؟ الحكم يخش فيه، انا بقول لك على وقائع. في حكم يروح يتمرن في نادي، تلاقي بقى المسؤولين في النادي يقولوا له ايه؟ يا كابتن ما تخلوا بالكم مننا شويه بقى. ده حصلت فين يا محمد؟ والله زي ما بقول لك. انت انا بقول لك على وقائع مع يعني حصلت. بتروح النادي تتدرب. هما بيتمرنوا فين؟ ما بيتمرنوا في انديه. صح. تمام؟ اتحاد كل واحد بيتمرن بقى في النادي هو وعلاقته بقى بالنادي. معلش انا اسف والله، انا اسف. انت لو مثلا بتروح تتدرب في نادي سين. تمام. وكان عندك ليه مباراه بعد كده. وحسبت عليهم ضرب الجزاء مثلا، هتعمل ايه بقى؟ ما تدخلكش الملعب بعد ال ده بيحصل؟ طبعا بتتعرض لمضايقات. طبعا ده بيحصل، دي حقيقة. فانت ده اللي انا عايز اقوله، يعني ده اللي انا عايز اقوله. انت طالع بتقول له انا كده بتاع، بس انا بس معلش، هو كلاتنبرج بقى لما يجي نقول له القصص دي. لا بس انا هقول لك على حاجه مهمه جدا. في نقطه يمكن مش عارف غايبه عن الناس، هو كلاتنبرج مش هيجي رئيس لجنه الحكام. ايوه. وهيجي مدير اداره التطوير. مظبوط. او هو ماسك الحته الفنيه. بالظبط. طيب اذا منصب رئيس لجنة الحكام هيفضل موجود، ما هي اختصاصات
منصب رئيس لجنه الحكام وما هي اختصاصات لم تعلن. لم تعلن ليه؟ لان هو الراجل لما جه المفترض انه لما يقعد مع رئيس لجنه الحكام الحاليه عشان يشوف بعض الامور وكلام، هو الراجل مش موجود. فهنا ما كانش فيه نوع من انواع التنسيق، كان لابد ان كابتن عصام عبد الفتاح بصفته رئيس لجنه الحكام رغم ان الكابتن عصام مسبقا قال ان انا الراجل ده لو جه وتهجم عليه بشكل سخريه والى اخره لو جه انا مش هشتغل. انا في اعتقادي الشخصي كان لابد من الكابتن عصام عبد الفتاح بمجرد ما اتعمل مؤتمر صحفي وظهر الراجل ده كان لابد من تقديم استقالته فورا، لان هو الذي تسبب ان الاتحاد المصري يبحث خارج المنظومه التحكيميه المصريه عن حد يجي يدير المنظومه وبسرعه. يعني احنا النهارده انا نفسي ما توقعتش ان كلاتنبرج، وهو انا الكابتن عصام نفسه ما توقعش، الكابتن محمد ما توقعش انه يجي بالسرعه دي. ممكن حضرتك تكون اتفاجئت ان هو جه بالسرعه دي ان هو يعمل مؤتمر صحفي. انت اثرت نقطه مهمه جدا، يعني انا لو عايزك تركز كده في الصوره اللي تم نشرها وكلاتنبرج موجود. يعني من البروتوكول انه الراجل ده موجود يجي ممثل من لجنه الحكام يكون موجود في بالزبط. في المؤتمر او موجود في القعده على الاقل يشوف فريق العمل اللي هيشتغل معاه. احنا ما شفناش اي حد من لجنه الحكام. طب هسالكم بقى حاجه بمنتهى الهدوء كاسره تحكيم، انا دايما بسمع كلمه اسره تحكيم دي. هو كابتن عصام اللي برضه اللي بيخترع انا بصراحه بس مش انا هي الحاجات دي أنا مش كلمه وحشه. لا هي مش كلمه وحشه. هي كلمه حلوه طبعا، بس هو في حقيقه الامر ما بشوفش اسره، ما اكذبش عليكم يعني. لا بنشوف اسره ليه؟ لا. بص هقول لك على حاجه. اولا انا اسف للوضوح. لا لا خالص، لا لا انت عندك حق، انت عندك حق في اللي انت بتقوله. لا لا يا محمد، لا مش من اللي واصل له. ما هو بص انت حضرتك بتشوف الكلام ده او تسمع عنه انا بقول لك عشان بس انت بتقول لي حاجه مهمه جدا، بتقول لي كابتن عصام احنا مش مختصين. احنا مش مختصين طبعا بالكابتن عصام فتح، لكن خلي بالك يا كريم ركز كده، ان جميع الحاجات اللي بنقعد نتكلم فيها دي ما بتحصلش غير لما بيجي الكابتن عصام عبد الفتاح على راس المنظومه التحكيميه. انا متفق معاه مليون في الميه. كابتن جمال عمره ما جه وقال الكلام اللي بيقوله الكابتن عصام ده. كابتن رضا عمره ما قال الكلام اللي بيقوله الكابتن عصام ده. طبعًا. انا بتحارب وانا واسره وانا أنا كابتن حسام عمره ما قال الكلام ده. انت عارف ليه انا بحاول اقطع في قصه الكابتن عصام برضه عشان ما حدش يحس ان انا بقطع على الكابتن عصام؟ لا انا هقول لك ليه بصراحه. يعني عشان هو راجل مش موجود، فحتى وانا اصلا مش قادر ارد له. يعني انا اللي اقدر ارده دلوقتي ان انا يعني اوجه الكلام في قصه الاساس بتاعنا النهارده. لا لا ان احنا النهارده اساس الكلام النهارده على كلاتنبرج، بس ممكن يبقى حضرتك عندك مليون في الميه حق في اللي بتقوله، بس انا ما اقدرش ايده او ارفضه. كابتن عصام مش موجود. صحيح. لو قدروا يدخلوه يبقى هايل ويخش يتكلم لو كان متاح. فعشان كده بس بحاول اخد الكلام. كلاتنبرج يعمل ايه بقى؟ يعني الراجل ده محتاجين احنا نساعده ازاي؟ احنا دلوقتي محتاجين نحبه بقى، يعني حتى لو حد عنده تحفظ ان الراجل ده ايه خلاص امر واقع، فبقى امر واقع فنساعده عشان يشتغل وينجح. اوكي متفق معاك، لازم نساعده عشان ينجح. بس هل دي مهمه اتحاد الكوره نمره واحد؟ ان انا لما اجيب له فريق العمل اجيب له فريق عمل لازم يقعدوا مع بعض ويوضح صلاحيات كل واحد ودور كل واحد، يكون واضح الملامح عشان الناس تعرف تشتغل مع بعض واحنا مرتاحين مع بعض. ما انت مش ممكن انا هاجي اقول لك في اتنين رئيس في لجنه حكام. ازاي؟ طب والحكام هتتعامل مع مين؟ بدنيا هيتعاملوا مع كلاتنبرج ولا مع رئيس لجنه الحكام؟ مين هيبقى مسؤول التعيينات؟ كلاتنبرج ولا رئيس لجنه الحكام؟ هل هيبقى ليه دور وليه راي في التعيينات؟ يقول لك ده يصلح ولا ده ما لا يصلح؟ في بقى سؤال في منتهى الاهميه. وهتجاوبوني عليه انتوا الاثنين. دلوقتي كلاتنبرج طلع قال مباريات الاهلي والزمالك القادمه كلها بحكام مصريين. تفتكر حد هيعترض عليه او اتحاد الكوره هيجبره ان يبقى الحكام اجانب؟ بص هقول لحضرتك على حاجه، ده المفترض ان اتحاد الكوره جاب راجل متخصص وعشان يطور التحكيم، اذا لابد ان كلامه صلاحات. طبعا تديله صلاحيات، تديله صلاحيات شيء طبيعي جدا. انا هبعد مش هبعد بعيد، هو كابتن وجيه احمد لما كان موجود في رئاسه لجنه الحكام مش محمود البنا وامين عمر ادار مباراتين للاهلي والزمالك؟ بس ده ما كانش قرار كابتن وجيه. معلش وماله؟ طب وماله والكابتن عصام برضه والكابتن محمد عادل حكم؟ ما انا لسه بقول برضه لسه يعني هقول لسه هقول طبعا انا مش مختلف. والكابتن عصام نفسه كان موجود محمد عادل في هيجي كلاتنبرج. هوضح السؤال تاني. اتفضل. دلوقتي كلاتنبرج طلع قال مباراه الاهلي والزمالك القادمه في كاس مصر مثلا خلاص هي تحدد لها حكام اجانب، بس المباراه القادمه دي بحكام مصريين، هل اتحاد الكوره هيجبره ان يبقوا حكام اجانب؟ لا ما اعتقدش. طب انا هقول لك حاجه. لابد ان الراجل طالما انت جبته عشان يطور المنظومه التحكيميه وانت بتثق فيه، معنى كده انت بتثق فيه، فاذا لابد ان انت كده تثق في قراراته. قراراته مهمه جدا. اتفضل. هو راجل جاي ليه؟ عشان يطور. صح. كلمه تطوير دي، تطوير تحكيم دي كلمه كبيره قوي. صح. تمام. فده اذا كان هو جاي عشان يجيب حكام مصريين فده واجب عليه، ده دوره الاساسي
ان يكون المسابقه المحليه بتدار بحكام مصريين، ده دوره الاساسي. مزبوط. كلمه التطوير دي يعني لا وجود للحكام الاجانب. دي نمره واحد. تمام. نمره اتنين بقى، النهارده الراجل ده انت طالب من الحكام طلبات. مين اللي هيجيب حق الحكام؟ النهارده الحكام لحد النهارده ما خدتش فلوسها. وتم الاعلان، انا عايز اقول لك في حاله غضب جوه الحكام، انا بنقل لك الصوره اللي يمكن الحكام ما تقدرش تقولها. النهارده تم الاعلان عن راتبه 25000 او 30000 تقريبا دولار. النهارده لحد النهارده الحكام ما خدتش ولا مليم. هتتعامل معاه ازاي؟ انت بتسمع رقم وانا باخد رقم. دي حاجه دي مالهاش علاقه يا محمد. بص لا دي اسمعني دي بس. دي علاقه لا اساسيه. لا اسمعني بس، انا اقصد اسمعني اقصد ايه بس. فضل. انا ما اقصدش دي علاقه. النهارده مش المفترض ان الحكم يبص للرئيس بتاعه او المسؤول عنه بياخد كام فلوس. طب ما انت بتطلب مني. اصبر يا محمد، اصبر بس شويه، ما انا هرجعك. انت النهارده عشان تطور منظومه التحكيم لازم تدي الحكم حقه. طيب يعني ما اختلفناش خالص، وانا مختلف في الحته دي. طبعا. حته الفلوس دي انا رقم واحد فيها بتكلمك فيها، لكن النهارده مين المسؤول حاليا على ان الحكام بقى لها ست شهور ما تاخدش مرتباتها؟ اتحاد الكره ولجنه الحكام. جميل. هل اعضاء لجنه الحكام ال 18 بيقبضوا ولا ما بيقبضوش؟ بيقبضوا كل شهر فلوسهم زي الفل. ازاي انا مسؤول اقبض او اتقاضى مرتبه؟ ده حقه اتقاضى مرتبه على عمله، بس في نفس الوقت لازم الحكم يتقاضى مرتبه، يتقاضى اجره، على خصوصا ان في حكام الحكام الصغير. انا كمان هنزل بمستوى ان في حكام صغيرين محتاجين الكلام ده. مفترض الشيء الجميل حكام طلب على فكره. طبعا ان انت تدي الحكم اجره وتدي الحكم حقه، دي اول حاجه في منظومه التطوير. ده الف بيت تطوير. طب سؤال ليكم الاثنين، كلاتنبرج هينجح في مصر ولا مش هينجح؟ ده بيتوقف على عده عوامل. ان الناس الموجودين، انا قلت لحضرتك انا كنت مسجل موقف، وموقفي واضح وصريح ان انا متحفظ على وجود خبير اجنبي، لكن طالما بقى امر واقع انا مطالب مني كمسؤول سابق او كحكم ان ادعمه. شيء طبيعي جدا. صحيح. ده شيء طبيعي جدا. ليه؟ لان انا مش بدعم شخصه، انا بدعم شخص هيجي مسؤول يطور في التحكيم. حته ان احنا نسبق الاحداث ونقول الراجل هيفشل، الراجل ما هيفشلش، اصل احنا هنعمل له، اصل يبعتوا له فيديوهات، اصل الكلام ده يعني انا اشوفه انه كلام صغير. بس هي يعني هقول لك رايي في القصه دي. هو تم الاعلان ان الراجل ده عقده سنه. كلمه تطوير تحكيم دي حد ادنى سنوات. حد ادنى اربع من اربع لخمس سنين لو كان في حد الادنى. مظبوط. فانت النهارده اعلنت ان هو عقده سنه. سنه وهيمشي. شوف المجلس مدته قد ايه يا محمد؟ فبالنسبه لي المجلس مدته قد ايه؟ لازم المجلس يمضي مع حد. انا مش هدخل في القصه دي. لا لا دي نقطه مهمه. لا لا بس بتكلم على نقطه اداريه مهمه. بس هو الراجل بيتكلم على نقطه فنيه. فنيه صحيحه. صحيح. بتكلم على الموقف الحالي. هو بيقول لك انا فاهم يقصد ايه. الكلام متفق معاه على فكره. متفق معاه. انا ممكن الكابتن توفيق بيقوله ده ممكن احله ازاي؟ هحط لهم اعرض لهم الخطه بتاعتي، دي خطه طويله الاجل وفي خطه قصيره الاجل، وهشتغل اتفضلوا دي الخطه بتاعتي. والله الناس مشيت، اللي جاي بعد كده عايز يكمل، ودي خطه لمده اربع خمس سنين. ده الشغل الصح. صحيح. لكن تقول لي انا تعاقدت معاه لمده سنه وهياخد بعضه ويمشي، فبالنسبه لي مفيش تطوير. يعني لو تحت عنوان سنه دي فالكلام ده في الواقع العملي. انا متفق مع محمد تماما. شكلا الموضوع عن تطوير التحكيم. وبعد كده انت النهارده هسالك سؤال. هسالك سؤال مهم جدا. انت النهارده جاي تطور اداء ال 20 او 25 حكم اللي هم بيحكموا في الدوري الممتاز فقط، ولا هتاخد من القاعده من تحت؟ ده انت اثرت نقطه. طبعا انا عايز اقول لك على حاجه. هو التطوير ان انا الاقي حاجه، حد كويس عنده قابليه او عنده الموهبه ان انا اطور من ادائه عشان اوصله للمستوى اللي احنا عايزينه. صحيح. طب انا هقول لك على حاجه. انفراد بقى ليك في البرنامج يعني. ما قلتليش على الانفراد ده. لا ما ده بحتفظ بيه لنفسي. اتفضل يا كابتن. احنا بنتكلم على الحكام. انت عندك الرؤساء اللجان الحكام المناطق الفرعيه. تمام. نفس الموضوع عندهم غضب. ما هي الناس دي بتشتغل متطوعه. ودول اللي بيطلعوا القاعده بتاعت الحكام. انت جايب له الهيد بتاعه يتقاضى مبلغ وقدره بالدولار. مبلغ محترم. الناس دي بتشتغل متطوعين. فانت النهارده مين هيساعدك؟ او انت الناس نفس الموضوع. انا بكلمك بقى على المستوى المسؤول. ده مش بس الحكم. مش بس الحكم. اللي فوق الحكم. اللي فوق الحكم عنده مشكله. ده عنده مشكله. صح. تمام. صح. الحاجه الثانيه بقى. انت النهارده مثلا في مطالبه نزلت لاتحاد الكوره للحكام. تمام. لما راحت نزلت تحت رجعت قالوا لهم لا كده كتير. صرفوا فلوس القسم الاول اللي هو الدوري الممتاز، والقسم الثاني، وبعض مباريات القسم الثالث، دوري الشباب والدوري الجمهوريه ما اتصرفش. اللي هو بيتكلم عليه ده مهم جدا. احنا بنتكلم عليه اللي هو الولاد الصغيرين دول. طبعا.
تمام. وانت عشان تعمل تطوير لازم حتى تستقطب ال الشباب الصغيرين دول. هو ده هم دول بقى اللي انت محتاج تطوره بالظبط. هم دول محتاج تشتغل. انت بتعمل له انت بتخليه بينفر منك. عندنا مشكله كبيره جدا. انت النهارده عندك اربع خمس حكام فاضل لهم موسم واحد ويكونوا خارج القائمه الدوليه. الله. هل حضرتك شايف يا كابتن كريم؟ لا مش شايف. برافو عليك. شايف ان في صفقه؟ ايوه مش شايف. بس انا متفق معاك. شفت صح. انا اسف. انا لا 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 انا زيك. انا عندي مشكله في الجيل القديم. طبعا احنا بنعيش الواقع. احنا بنتكلم على الواقع. عندنا حكام مبصره. ما عندنا حكام على اعلى مستوى من الكفاءه الفنيه. ولا انا دايما باكد على الجمله دي. انا دايما باكد على الجمله دي على مستوى الاحترام والنزاهه والكفاءه وكل شيء. حكامنا فعلا محترمين وكبار. ناقصهم بعض الامور في التطوير. ناقصهم بعض الامور في امكانيات الثقة. وفي الثقه طبعا موجود. ناقصهم طريقه التعامل. صحيح. من المسؤول. صحيح. كابتن توفيق سيد شرفتني ونورتني حبيبي. انا شرفتني دايما. بسعد جدا بتواجدك معايا. انا اللي سعيد معاك كابتن محمد صلاح الفتاح. حقيقي كنت سعيد جدا بتواجدك معايا. ربنا يخليك. شكرا جزيلا. لسه مكملين مع حضراتكم بعد الفاصل ان شاء الله. نستقبل الاستاذ رامي رجب والاستاذ حسام زايد الناقدان الرياضيان. خليكم معنا. حديث متواصل عما يدور في اتحاد الكرة المصري. حاجة تخص لجنة الحكام، حاجة تخص مدرب منتخب مصر، حاجة تخص المسابقات، حاجة تخص مش عارف حاجة تخص ايه. حاجة كتير قوي في اتحاد الكرة. وايضا بالتأكيد كلام كتير عن انجازات مصرية عظيمة في دورة العاب البحر المتوسط مع الاصدقاء الاعزاء رامي رجب وحسام زايد. رامي مشرف ومنور. اهلا بيك يا استاذ كريم. انا سعيد ان اكون متواجد معاك. شرف لي. سعيد طبعا مع اخويا وصديقي العزيز حسام. حبيبنا حسام زايد مشرف ومنور. ربنا يخليك يا كريم. انا سعيد بوجودي معاك طبعا وفي التلفزيون المصري. وسعيد بوجودي معايا طبعا صديقي العزيز رامي. هبدا معاك قبل ما نخش على الخناقات اللي هنا دي والوجع القلب اللي هنا دوت. ناخد حاجه اللي هنا ده اللي هو اقصد بيه اتحاد الكوره مش رامي يعني. نروح مع حسام على دوره العاب البحر المتوسط والانجازات العظيمه والميداليات العظيمه. وكل يوم فرحه وكل يوم فخر وكل يوم ناس بترفع راسنا في السماء. كل يوم ناس بترفع علم بلدها في السماء. رايك ايه في اللي بيحصل في دوره العاب البحر المتوسط من انجازات عظيمه؟ طبعا يعني النهارده قفلنا اليوم بالاجمالي عدد الميداليات 49 ميداليه متنوعه طبعا. منهم 13 ذهب و14 فضه. ويعني ده حاجه طبعا عظيمه جدا بالنسبه لنا. و22 برونز طبعا. بتكلم انه كل يوم زي ما قلت يا كريم في يعني يكاد يكون كل يوم في ذهب. كل يوم السلام الوطني بيتعزف. كل يوم في انجاز جديد وارقام قياسيه بتتكسر. وفي النهاية بنفرح بأبطالنا. وده ضوء بينور علشان نشوف إحنا رايحين فين قبل باريس 2024. ده الأهم. إن إحنا نشوف اللي حصل في وهران ونبدأ نشتغل عليه. نبدأ نعمل تارجت معين بأبطالنا دول. نشوف مين اللي حقق أرقام قياسية. إزاي نقدر نضاعف الأرقام دي. إزاي نقدر نكسر أرقام تانية علشان نكون في المنصة في باريس 2024. ده الأهم طبعا. إن شاء الله. لكن حقيقي في أرقام مميزة كتير. في بنتكلم عن بسنت حميدة اللي مكسرة الدنيا وعاملة شغل بسم الله ما شاء الله. على فكرة أنا متابع بسنت مش من دلوقتي. يمكن في بعض أو إن الأغلبية اتفاجأت ببسنت دلوقتي. لكن أنا متابع بسنت من فترة. وتحديدا لما طلعت بتعيط قبل طوكيو لأنها النهاردة ده استقبال القوات المسلحة ليها النهاردة. بس طبعا بمناسبة كلامها هي بتلعب في نادي المؤسسة العسكرية. وبصراحة موفرين كل الإمكانيات لأكتر من بطل. مش بسنت بس. صح صح. بسنت في طوكيو دموعها هي اللي خطفتنا. أيوة. كانت بتبكي قبل أيام من طوكيو لأنها طبعا أصيبت قبل أيام قليلة من السفر إلى أولمبياد طوكيو الأخيرة. كانت بتبكي طبعا. وإحنا يعني أنا عملت معها لقاء. قد إيه كان عندها عزيمة إن هي تكمل وإن الإصابة دي ما توقفهاش. هي من مواليد 96. فلسه عندها فرصة. ليه كلنا بشكل لا إرادي نحتفي بيها جدا؟ في أبطال عظماء في هذه الدورة كتير طبعًا. مش هي لوحدها. عشان برضو حابب أكرر على الكلام ده. بس احنا متعاطفين معاها مبسوطين بيها عشان الفوز في العدو. وفكره انه العاب قوه احنا دايما مش مميزين فيها بشكل كبير.
ولا عشان القصه اللي انت حكيتها دلوقتي ديت الشكل الدرامي ليها قبل طوكيو؟ هي اكتر من جانب مع بسنت. طبعا اولا زي ما قلت كريم فعلا انه احنا بعيد قوي في سباقات السرعه تحديدا ال100 متر وال200 متر دي ما بنشوفش حد مصري المتفوقين فيها جامايكا وشويه اثيوبيا والمغرب. صح. فانت علشان تعمل ده لكن على ما يبدو انا بقول ان هوا اسكندريه غير مختلف. يعني بسنت اسكندرانية وابطالنا معظمهم في الابطال الاولمبيين في اسكندريه كرم جابر ويعني اكتر من حد مش عايز انسى اسماء لكن قصتها مختلفه ان في سباقات السرعه فعلا احنا اول مره نشوف بسم الله ما شاء الله السرعه دي. رقم اثنين الكابتن محمد عباس زوجها وهو مدربها برضو عملوا يعني كابلز مع بعض كده خطف الانظار وخطف القلوب كمان. صح. وخلى الجزائريين كمان اشقائنا عملوا ملحمه مع بسنت في وهران. موضوع الجزائر ده حكايه. جماهير الجزائر يا رب طبعا طبعا عامله ملحمه فعلا مع اللاعبين المصريين كلهم في كل الالعاب. روح عظيمه جدا من كل الشعب الجزائري والجماهير الجزائريه. الموقف بصراحه مثالي. عايز اقول لك على قبل ما نسيب النقطه دي انه سيف عيسى النهارده بيحتفل بالذهب وهو ماسك علم مصر وعلم الجزائر. الله. عايز اقول لك على نقطه ثانيه. علاء ابو القاسم النجم البطل الاولمبي المصري طبعا سلاح مامته جزائريه. يعني انت بتتكلم لا في يعني في قصص كتير. صح. هنتكلم وهنتكلم كتير عن القصص هو دي. هو الشعب الجزائري دائما. صحيح. وابدا في ظهرنا ودائما. صحيح. وابدا يساند كل الابطال المصريين. طيب مش عارف والله على الصعوبه والله. يلا عارف رامي نفسي اكمل في الانبساط ده. لا لا. بس في حاجات مهمه عندك. رامي دايما بصراحه رامي دايما طول ما هو ضيف عزيز علينا هنا عنده اخبار مهمه وبتتحقق بعدها ب 24 ساعه غالبا يعني. الحمد لله. مين اللي هيجي مع كلاتنبرج؟ مين رئيس لجنه الحكام اللي جاي؟ كلاتنبرج جاي كمستشار يعني للتحكيم. صحيح. المصري. مين بقى هيبقى رئيس لجنه الحكام؟ هل هيبقى الكابتن عصام عبد الفتاح ولا سيرحل الكابتن عصام عبد الفتاح هيكون في اسمه؟ خلينا نحكي لك الكواليس. هو طبعا يمكن الفتره الاخيره دي كان في انقسام داخل مجلس اداره اتحاد الكوره حول استمرار الكابتن عصام عبد الفتاح ولا رحيله. كان في ناس معاه ضده، في ناس معاه وفي ناس ضده. في حوالي ثلاثه كانوا متمسكين بالكابتن عصام ان هو الفتره اللي جايه فتره صعبه، كلاتنبرج ممكن ما يلمش بالكره المصريه والتحكيم المصري بشكل كبير، مش قريب من الحكام. خلينا نقول طبعا بعد اعلان كلاتنبرج يمكن كان الكابتن عصام كان له تصريح اكد خلاله قبل فتره ان لو في حاله التعاقد مع خبير اجنبي سيتم الاعلان استقالته. عشان كده اتحاد الكره فتح خطوط اتصال مع اكتر من حكم، يمكن كان ابرزهم الكابتن سمير عثمان. تواصل فعلا احد اعضاء مجلس اداره اتحاد الكره مع الكابتن سمير عثمان، الراجل ابدى موافقه ولكن طلب من اتحاد الكره ايه اختصاصاته، يعني في وجود كلاتنبرج ايه الاختصاصات اللي هتبقى متاحه له. صحيح. هل هو يبقى يديله صلاحيات ان هو يعين حكام؟ هل هيديله صلاحيات ان هو يرفض حكام اجانب خلال الفتره الجايه؟ هل ماهيه صلاحياته ايه؟ الراجل ابدى موافقه وانا تواصلت مع احد اعضاء المجلس وفعلا الراجل ابدى موافقه، ولكن تم تجليل القرار لحين استقاله الكابتن عصام عبد الفتاح. طيب السؤال هنا بدون مقاطعه، يعني هل في اصلا اتحاد الكره حاطط صلاحيات للخبير التحكيمي الاجنبي وصلاحيات لرئيس لجنه الحكام ولا ده اصلا لسه ما اتحطش؟ لسه ما اتحطش. خلينا نقول يا استاذ كريم الناس ما تعرفوش ليه تعاقد اتحاد الكره في الوقت الحالي مع الخبير الاجنبي. يمكن الهجوم الحاد اللي تلقاه اتحاد الكره في الاشهر الماضيه بسبب الاخطاء التحكيميه خلى او اجبر اتحاد الكره ان يتعاقد او يعني يحاول يتعاقد مع خبير اجنبي لتهدئه الانديه وتهدئه الرقم العام. بس يعني خلينا نقول القرار انتوا مهاجمين الحكام، مهاجمين لجنه الحكام، طب احنا تعاقدنا. دي حقيقه والله. ايوه دلوقتي بتقولي انه التعاقد مع كلاتنبرج للتهدئه وليس التطوير. ده حقيقه، يعني دي المعلومه اللي عندي ان هي مجرد تهدئه للراي العام وتهدئه الانديه اللي بتهاجم دايما القرارات التحكيميه واتحاد الكوره. فاتحاد الكوره ما لقى نفسه في موقع يعني في موقف صعب جدا، وكمان يمكن الاستاذ احمد دياب كان يعني كان متداخل مع اتحاد الكوره الفتره الاخيره وقال يا جماعه خلاص احنا نتعاقد مع خبير اجنبي ونشوف ان شاء الله ربنا يعني يسهل ان يكون له بصمه موجوده خلال الفتره اللي جايه. خلينا نقول برضو ان حصل تواصل مع الكابتن سمير عثمان ابدى موافقه. حصل تواصل بشكل غير مباشر مع الكابتن جهاد جريشه برضو. تواصل مع خد راي والراجل برضو ابدى موافقته. في اسماء كتيره مطروحه. الفتره اللي جايه الكابتن يمكن الكابتن عصام عبد الفتاح حتى هذه اللحظه لم يعلن بشكل رسمي استقالته من لجنه الحكام والامور معلقه، ولكن
في حين لو اعلن استقالته اعتقد ان هيتم بشكل رسمي اعلان احد الاسماء اللي انا قلت لك عليها دي، ممكن يتم الاعلان عنها ان هي تتولى تبقى موجوده مع كلاتب بيرج بشرط ان يكون له صلاحيات الكابتن سمير، يكون لهم صلاحيات كامله خلال الفتره اللي جايه. دقائق قليله واجي لك على السؤال الاصعب دلوقتي اللي اجابته اصعب اجابه، مين مدرب المنتخب؟ بس خليك فكر فيها بقى لحد ما ارجع لك مع حساب. في سؤال مطروح بقوه، دايما لما بتشوف ابطال المصريين في العاب فرديه او العاب جماعيه غير كره القدم، الناس بتقعد تسال طب الناس دي بتكسب فلوس قد ايه؟ ده لعيب الكوره بياخد له 10 و20 و30 مليون، الناس دي ما بتاخدش فلوس خالص. طب هو يا فرحتي خدت عارف انت الجمل الانهزاميه دي؟ يعني هيعمل ايه بالميداليه الذهب دي وهياخد وراها ايه يعني؟ ما طبعا بعيدا عن الحاجه التشريفيه وان انت تبقى شرف لبلدك وفخر لبلدك وامور كثيره وكل الرياضيين والابطال دول بيفكروا بالطريقه دي، بس اكيد برضه في فلوس بياخدوها. هل فلوس كويسه ولا قليله يا حسين؟ يعني يعني مش قوي. طبعا اصل هو المشكله انه على فكره الناس بتقارنها بالكوره دايما، اكيد بس هو طبعا هو يعني من الظلم ان احنا نقارن بالكوره، لانه الكوره ارقامها كبيره جدا طبعا. لكن اللائحه الخاصه بالتكريم في وزاره الشباب والرياضه بالنسبه طبعا مقسمه، يعني الاولمبياد غير بطولات العالم غير البحر المتوسط غير دوره الالعاب الافريقيه، بنتكلم دلوقتي على البحر المتوسط. الميداليه الذهب 90,000 جنيه المكافاه بتاعتها، الميداليه الفضه 60,000 جنيه، البرونز 45,000 جنيه، اللعبه الجماعيه يعني مثلا اليد ان شاء الله ربنا يكرمهم ياخدوا ذهب بعد بكره، كل لاعب ياخد قيمه 75% من قيمه الميداليه الفرديه. لو مثلا زي بسنت مثلا واخده ميداليتين هتاخد ال 90، لا تاخد 90 على الميداليه الاولى اللي هي الاعلى قيمه زائد 25% من قيمه الميداليه الثانيه، يعني هتاخد 90,000 جنيه زائد 22,500 على الميداليه الثانيه. الوزير ليه الحق ان هو يضاعف يعني يزود المكافاه او يخفض او الكلام ده كله، ده بند في اللائحه. فهنشوف هل الدكتور اشرف صبحي هل هيعتمد اللائحه زي ما هي ولا هيعلي القيمه، ده اللي هنشوفه. لكن الانجاز كبير طبعا ويستحق ان هم ياخدوا اكتر من كده. هو دايما يستحق، انا في رايي دول يستحقوا ياخدوا احسن من اكتر من لعيبه الكوره يعني. دول فعلا بيتعبوا وبيجتهدوا وبيشقوا كل شيء، بس هو الفكره برضو تاني قيمه الرياضه وقيمه الميداليه واهميتها لها ابعاد كثيره 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 بعيد عن المكافاه. يعني في ابعاد كثيره مكافاه عايزينهم ياخدوا كل واحد فيهم 100 مليون ياخدوا ان شاء الله يا رب ياخدوا كل الفلوس يستحقوا اللي بيرفعوا علم بلدهم وبيشرفونا بالشكل ده. مين المدرب؟ يمكن لسه لحد هذه اللحظه يمكن لم، لا مش ما تقوليش لم، انا عايز اعرف مدرب. لا لسه حتى هذه انا مش عارف اقول خبر. لسه حتى هذه اللحظه يمكن في مفاوضات شغاله مع عدد من المدربين، ولكن الاقرب حتى هذه اللحظه في 2 المان موجودين في الصوره بشكل كبير جدا. تواصل معهم اتحاد الكره، انت عارف يمكن اتحاد الكره الفتره الاخيره او خد قرار في اجتماع المجلس الاخير ان هيكون في سريه تامه على اعلان اسم المدير الفني بعد ما يتم الاعلان. حصل قلقانين ان حد يكلم حد، والكلام ده طبعا كلام فارغ طبعا، يعني هي بس هو خد يعني تعهد كده ما بينهم ان ما يتمش الاعلان عن المفاوضات ويتم بعد الاستقرار بشكل رسمي ونحصل على موافقه المدير الفني الجديد، يتم الاعلان عنه بشكل رسمي هو مثلا والمدير الفني لاتحاد الكره والمدير الفني للمنتخب الاولمبي. خلينا نقول ان من الكواليس حتى هذه اللحظه يمكن تردد اسم خليل وحيد خليل يوسيتش الفتره الاخيره دي، يمكن في انت عارف ان في مشاكل ما بينه وما بين الاتحاد المغربي الفتره الاخيره. حازم امام بيميل له، شايف ان هو مدرب كويس جدا جدا جدا، وكان تفاوض معاه يعني قبل الاعلان عن تولي الكابتن ايهاب جلال مهمه المدير الفني للمنتخب الوطني، هو شايف ان هو الافضل. ولكن حتى هذه اللحظه في مدرب الماني في الصوره، في وحيد خليوزيتش برضه موجود في الصوره، عشان ما نسيبش وحيد خليوزيتش. هو فعلا حسب معلوماتي انه الخيار الاول لاتحاد الكوره في حال رحيله عن المنتخب المغربي. صحيح، هو في كلام ان المنتخب المغربي اللي هيدربهم في كاس العالم وليد الركراكي المدير الفني حتى هذه اللحظه، بس لسه ما فيش حاجه. بس طبعا هو ما زال وحيد خليوزيتش مدربا ومديرا فنيا للمغرب، بس لو رحل هيبقى خيار اول للمنتخب. ده في حاله واحده، لو رحل بشكل سريع. اتحاد الكره حتى هذه اللحظه بيحاول يعلن اسم المدير او هويه المدير الفني قبل العيد. ليه؟ عشان في ضغوط كبيره جدا تعرض لها، وفي هجوم تلقاه اتحاد الكره الفتره الاخيره ان حتى هذه اللحظه ان انت بقالك فتره بتفاوض عدد كبير من المدربين واعتذروا، فبالتالي ده عامل ضغط ولود على مجلس اتحاد الكره. هشارك حسام في الجزئيه دي معانا. انا ليه خينا سلاك؟ غالبا مباريات تصفيات كاس الامم الافريقيه اللي هتبقى في سبتمبر هتتاجل. صحيح. غالبا يعني، والبطوله نفسها كلها اتاجلت. الكوره كمان بعت النهارده بيسال اتحاد بالظبط هتتاجل. انا ليه خليني استعجل؟ ما هو الاستعجال ده اللي يعني
هم اللي قالوا ان الاستعجال ده اللي خلانا نجيب الكابتن ايمن جلال بسرعه رغم قيمه الراجل واحترام الراجل وكفاءه الراجل. انت قلت انك استعجلت, طب بتستعجل تاني ليه؟ ما تستعجلش حتى لو في ضغوط عليك, مع الضغوط هتبقى أسوأ لو جبت مدرب مش كفء. تمام. لا طبعا بص انا عايز اقول لك يعني انا بختلف شويه مع رامي في النقطه دي. ان هم بالعكس هم مش عايزين يستعجلوا علشان ما يحصلش اللي حصل خلال الايام اللي فاتت, وان هم حسوا ان هم تورطوا وحصل اللي حصل والقصه دي. انا يعني كنت كلمت كابتن حازم امام اللي هو المسؤول عن الملف ده, قال لي احنا عايزين هنجيب مدرب هيقعد 4 سنين. يعني ده مشروع مدرب حلوة. مشروع دي حلوه. يعني انت هتيجي كابتن حازم قال لك انه هيتعاقد مع مدرب 4 سنين, يمضي 4 سنين. 4 سنين هايل. تمام. ف وعلشان كده قال لي احنا مش مستعجلين, احنا عايزين نتأنى, والايام اللي فاتت تلقينا اكتر من سيره ذاتيه لمدربين كبار, واتحاد الكره حاليا بيحاول يوصل لافضل اسم ومن كل النواحي, يعني فيما يخص الخبرات بتاعته, الشخصيه بتاعته, المعايير اللي احنا كنا بنتكلم عنها خلال الفتره اللي فاتت ان هي لازم تكون موجوده في مدرب منتخب مصر, وانه كمان مدير فني غير ده كله برضو ما تنساش الشق المالي. انت عندك سقف معين بتتحرك فيه, واكيد الوزاره هتدعم ده, ولكن انا استشفيت انه على ما يبدو انه ده اللي تم الاتفاق عليه, انه لازم يكون مدرب مشروع, ما يبقاش مدير فني مجرد ان احنا نربط بكاس الامم او نربط بكذا. ويمكن يكون من صالح منتخبنا انه كاس الامم اتاجلت ل 2024 عشان المدير الفني ياخد فرصه بقى ويشتغل ويبقى قدامه فرصه كبيره. بس عايز اقول لك على حاجه قبل ما اتكلم, قبل ما نقول من الملف ده, استكمالا على كلام رامي, انه السنه دي مفيش كلاتنبرج. نعم. والمفروض التعاقد معاه من اول 1/9. بص السنه دي بقول لك مفيش كلاتنبرج كموسم. كموسم مفتوح. يعني لا خد بالك, هو في المؤتمر الصحفي كان بيتكلم ان هو مهمته صعبه علشان الاسابيع الجايه هيبقى فيها حسم للدوري وحسم الكذا وكذا, لكن الكلام ده اختلف بعد المؤتمر خلال الايام اللي فاتت, انه الموضوع دلوقتي زي ما قال رامي انه في انقسام داخل مجلس الاداره بشان الكابتن عصام عبد الفتاح يكمل الموسم ده ولا يمشي دلوقتي, ان هو ما قدمش استقالته لغايه دلوقتي في انتظار عوده الكابتن عصام عبد الفتاح من المغرب علشان يتم حسم هذا الملف. لكن كلاتنبرج مش هيبقى موجود دلوقتي لانه لسه مرتبط بشغل ليه في اليونان, لسه ما خلصش, لسه ما ناش العقد بتاعه في اليونان, لسه ما خلصش. فبالتالي يعني كلاتنبرج بعد الموسم, بعد 31 اغسطس بالظبط. صح كده. هو التعاقد اللي اتعمل ما بينه وما بين اتحاد الكوره 1/9, يعني مع بدايه الموسم الجاي, وهيحصل يعني هيحصل على صافي. خلي بالك برضو المرتب اللي هيحصل عليه ده يعني عامل ازمه للحكام كتيره جدا. قبل ما اروح للازمه دي دلوقتي كده, الكابتن عصام عبد الفتاح مكمل, الكابتن عصام لغايه دلوقتي موجود وبيتواصل الكره في ملعبه لحتى هذه اللحظه, بيتواصل يوميا مع لجنه الحكام وبيتكلموا في الشغل وبيتكلموا في كل حاجه وبيشوف كل الكلام ده انتظارا لعودته من كاس الامم الافريقيه للسيدات في المغرب. هم رموا الكره في ملعبه سكالين. يعني بعد تعيين كلادنبرج كان متوقعين فيه, يعني كان في بعض اعضاء المجلس متوقعين انه ممكن يروح, عشان كده هم كلموا حكام سابقين على اساس لو الراجل ده مشي يبقى عندنا البديل. انت بتقولي في ازمه عند الحكام, عشان فاضل لي دقيقه, ازمه عند الحكام عشان الفلوس بتاعتهم من شهر واحد ما خدوهاش. طب انت ازاي هتعين وتدي واحد بعد خصم الضرايب 25,000 دولار؟ دي راتب الشهري بتاعه 25,000 دولار, راتب شهري يسدد كل مرتبات الحكام. راتب شهر بتاعته هو. لا انا بقول لك يعني القيمه بتاعته, قيمه راتب من شهر تحل مشكله, تحل مشكله الحكام. فالحكام انا كنت متواصل معاه الحكام الدوليين, قال لك طب احنا نجيب ليه واحنا اصلا ما قبضناش مرتبات؟ ما بفهمش الحكايه دي. من شويه اتحاد الكوره في فلوس, شويه اتحاد الكوره ما فيهوش فلوس, ما بفهمهاش. لا هي الوزاره هتدعم الفتره الجايه, وفي الشركه الراعي المفروض بتدعم اتحاد الكوره خلال الفتره الجايه. استاذ رامي رجب انت شرفت ونورت كالعاده, مبسوط جدا بتواجدك معايا. شكرا 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 سعيد اني اكون موجود معاكم مع زميلي وصديقي استاذ حسام زايد. شرفت ونورت كالعاده. شكرا حبيبي كريم, شكرا جزيلا, استمتعت بيك ومع رامي طبعا. شكرا جزيلا. ده كان ختام حلقتنا النهارده من رقم 10. يا رب تكونوا استمتعتوا معانا, اشوفكم يا رب على الفيديو.